دونك هذاك لو طابلو حاولوا انكم تعقلوا عليه مزيان، حاولوا دائما تحطوه حداكم فاش يلاه تبداو تخدموا لي زيكزارسيس ديال الانتيغرال، على ماين تعودوا على هذوك لي بريميتيف ايجوال. اوكي غادي نحاول نعاود نشرحهم لكم رابيدمون باش تقدروا تعقلوا عليهم. دونك افون سا كيما قلت لكم غادي نعطيو كلكو رمارك على لو كور. دونك اخر مره كنا هضرنا على لا فونكسيون ديفيني بار انتغرال، اللي هما هاد لي فونكسيون اللي تيتكتبوا على هاد الشكل. دونك غران اف دو اكس ايغال على انتغرال اونتر ا اي اكس ديال اف دو تي دو تي. تكلمنا على هاد لا فونكسيون، قلنا بان الا كانت لا فونكسيون بيتي اف هاد لا فونكسيون اللي لداخل الا كانت كونتينو سور، الوغ الا كانت اف كونتينو سور واحد الانترفال اي داكور. اي هاد لو بوتي ا هذا تنتمي لانترفال اي داكور، ومن من وراها اون ديفيني هاد لا فونكسيون غران اف دو اكس داكور، هي فونكسيون نورمالمون اللي حتى هي ديفيني على لانتيغرال اي ا فالور دون ار، كنعطيوها اكس كتعطينا لانتيغرال اونتر ا اي اكس ديال اف دو تي دي تي. Alors, on a dit que la fonction grand f, c'est une fonction qui est dérivable, ou la dérivée de là, il y a la fonction petit f. D'accord? Yani, quel que soit x appartenant à i, f' de x égale à petit f de x. Ou à l'issue, surtout pour étudier les variations de la fonction grand f. Si nous avons la dérivée de là, il y a petit f, ou nous avons la dérivée de petit f, nous avons les variations de la fonction grand f. D'accord? ودرنا حتى لو كا فاش كيكون عندنا لي دو بورن كيكونوا اون فونكسيون دو اكس، ولا بورن الاولى ولا بورن الثانيه داكور، وماشي بالضروره قلنا تكون عندنا هنايا اكس، تقدر تكون اون فونكسيون دو اكس. يعني اون جينيرال كنديفيني اون فونكسيون دو سيت فاسون، غران تيم دو اكس ايغال ا لانتيغرال انتر او دو اكس و في دو اكس ديال بيتي اف دو تي دي تي. هاد الفونكسيون نورمالمون باش نحسبو لا ديريفي ديالها قلنا بانه في الغالب تنختار واحد لو بوين اللي يكون ليسونسييل ان هذاك لو بوين ا اللي غنفرقوا به، يعني غنديروا به لا غولاسيون دو شال، يكون كينتمي لانترفال اي اللي تكون فيه لا فونكسيون بوتيت اف كونتينو. الوغ دون سو كا كنديروا شال كتولي عندنا او دو اكس ا اف دو تي دي تي بلس لانتيغرال اونتر ا و في دو اكس اف دو تي دي تي. من بعد هذه كنرجعوها هي موان الانتيغرال اونتر ا و او دو اكس، وهذه غنخليوها ا و في دو اكس. فوالا دابا هاد لا فونكسيون هادي، لاحظوا معايا الانتيغرال اونتر ا و او دو اكس اف دو تي دي تي، شنو الفرق ما بين هادي وما بين هاد غران اف كو جي ديفيني سي؟ غير هنايا عندي اكس وهنايا عندي او دو اكس داكور، بمعنى ان هاد لا فونكسيون هادي راه هي اف ابليكي ا او دو اكس. شباب كديروا دي زانوتاسيون داكور، دونك متفقين. دونك هادي سي غران اف ابليكي ا او دو اكس، لان غران اف دو اكس هي الانتغرال entre a et x ديال f de t dt. دونك الى بغيت نحسب grand f ديال u de x غتعطيني الانتغرال entre a و u de x ديال f de t dt اللي هي هادي داكور. دونك الى بغيت ندير في هاد لا فونكسيون هادي بارابور ا x، تو سامبلومون غنابليكي لا ريغل ديال كومبوزي داكور، لان هاد لا فونكسيون هادي هي الكومبوزي ديال غران اف ولا فونكسيون او داكور. دونك بالاحسن هاد لي فونكسيون هادو نعطوهم تسميات. دونك مثلا هاد الاولى هادي نقدر نسميها جي دو اكس، دونك غتولي عندي موان جي دو اكس بلس، وهاد الفونكسيون الثانيه غنسميها مثلا اش دو اكس داكور. دونك دابخي هادشي اللي قلت هنايا هادي هي موان، دونك جي دو اكس هي غران اف ابليكي ا او دو اكس بلوس، وهاد التانية هي اون فيت غران اف ابليكي ا في دو اكس داكور.
دونك الا بغيت نديري في دابا هاد لا فونكسيون هادي، الوغ هنا جو في جوست شوازير ان اوتر نو، دونك نسميو هاد لا فونكسيون فيكس. فوالا، وهنا لا فونكسيون غران تيف هي اللي ديفينينا هنايا. داكوغ، لا فونكسيون غران تيف لا فاريابل عندي هنا سولمون اكس، مي هاد لي فونكسيون اللي خدمت عليهم دابا اللي هي في دو اكس هادي عندي فيها او وعندي فيها في، من بعد فرقتها على شكل جوج ديال لي فونكسيون، عطاتني جي دو اكس عطاتني اش دو اكس. جي دو اكس عندي فيها ا مع او دو اكس، والفونكسيون اش عندي فيها ا مع في دو اكس. كون خليتها على هاد الشكل هذا، يعني خليت او في بجوج بيهم لي دو اكستريميتي بجوجهم اون فونكسيون دو اكس، ما كنتش غادي نقدر نديريفي لا فونكسيون ديالي. داكوغ، دونك سيتي فريمون اوبليغاتوار باش انه نستعملوا واحد لو بوان ا، يعني غنديروا به لا غولاسيون دو شال باش نقدروا نفرقوا هذيك لانتيغرال على شكل دو انتيغرال. لانتيغرال الاول في اون اكستريميتي فيكس اللي هي هاد ا، و اون اكستريميتي فاريابل اللي هي او دو اكس. فاريابل يعني il depend دو اكس، متغيره داكوغ، ماشي عدد، اون فونكسيون. والانتيغرال الثاني حتى هو فيه اكستريميتي فيكس او لا كونستانت اللي هي لو ريال ا، والاكستريميتي الاخرى اون فونكسيون دو اكس. داكوغ، دونك دابا ملي غادي نبغي ندير في لا فونكسيون ديالي، دونك غتولي عندي كيل كو سوا اكس ابارتونون ا اي في بريم دو اكس ايغال، الوغ غتولي عندي موان لا ديريفي ديال هادي بلوس لا ديريفي ديال هادي. الوغ شنو هي لا ديريفي ديال غران تيف كومبوزي مع او؟ لا ديريفي ديال كومبوزي اللي درتو في نورمالمون في الشابيتر ديال الديريفاسيون، نذكركم بيه. دونك لا ديريفي ديال اف غون او اشنو تندير؟ اول حاجه تنخرج لا ديريفي ديال او اللي هي او بريم، داكوغ، برودوي لا ديريفي ديال هادي اللي على برا اللي هي غران تيف بريم كومبوزي مع او. داكوغ، دونك هنايا انا عندي لا فونكسيون اف كومبوزي مع او دو اكس، دونك غتولي عندي موا، هاد الموا عطات لي لا فورمول دو شال، اوكي، وهنا غتولي عندي او بريم دو اكس مضروبه اف بريم ابليكي ا او دو اكس، عاد بلوس الفونكسيون الثانيه هي الكومبوزي ديال غران تيف مع في، دونك هي في بريم دو اكس مضروبه في غران تيف بريم ابليكي افيدكس. ايغال الوغ موان او بريم دو اكس. الوغ شنو هي غران تيف بريم؟ لا فونكسيون غران تيف هي هادي، هي لا فونكسيون انتغرال اونتر ا و اكس ديال اف دو تي دي تي، واللي قلنا بان لا ديريفي ديالها هي اكزاكتومون لا فونكسيون بيتي تيف. داكوغ، غران تيف بريم هي بيتي تيف. دونك غادي نرجع هنايا، غتولي عندي غران تيف بريم غنعوضها هي بيتي تيف ابليكي ا او دو اكس بلوس في بريم دو اكس، وعاوتاني هاد اف بريم غران تيف بريم غنعوضها هي بيتي تيف، وهنا لداخل عندي في دو اكس. دونك فوالا، هي هادي لا ديريفي ديال لا فونكسيون، داكوغ، ديال هاد لا فونكسيون هادي، سيت فونكسيون في دو اكس، اوكي، هادي هي اللي دابا درنا لها لا ديريفي. دونك عقلو مزيان، غنحاول نلخص لكم هادشي في ان شيما. دونك الا كان عندي اون فونكسيون اللي كتكتب على هاد الشكل ا او اكس ديال اف دو تي دي تي، هادي راه لا ديريفي ديالها ديريكتومون كنعرفوها، عندي اف بريم دو اكس ايغال ا بيتي اف دو اكس كيل كو سوا اكس ابارتونون لانتيغرال لانترفال. الحاله الثانيه الا كان عندي فونكسيون ديفيني كوم سا، غنسميها مثلا جي دو اكس ايغال ا لانتيغرال اونتر ا و او دو اكس اف دو تي دي تي. دونك هادي باش ندير لها لا ديريفي ديالها غنكتبها على شكل كومبوزي. دونك هادي هي اكزاكتومون الكومبوزي ديال هاد الفونكسيون غران تيف مع لا فونكسيون او. داكوغ، فوايي كو راه غير شديت لا فونكسيون اف، وفي بلاصه ما ندير هنايا اكس درت او دو اكس، داكوغ، يعني هزيت لا فاريابل اكس وحطيت بلاصتها او دو اكس، صادير سان كومبوزي. داكوغ، وفي هاد الحاله غتولي عندي لا ديريفي ديال جي هي ديريفي ديال كومبوزي اللي هي غنخرج بعدا لا ديريفي ديال او اللي هي او بريم دو اكس ضروبه في اف بريم ابليكي ا او دو اكس. او بريم غادا تبقى، و غران تيف بريم دابخي هاد لو كان الاول قلنا هي بيتي تيف ابليكي ا او دو اكس.
دابا الكالثالث عندنا اون فونكسيون مثلا اش دو اكس كتكتب على شكل الانتغرال. في هذه الحاله لي زيكستريميتي بجوجهم فيهم دي فونكسيون، الاولى او دو اكس والثانيه في دو اكس اف دو تي دي تي. هذه هي اللي خدمنا تو دو سويت. دونك تنديرو ليها شال، كنختار نيمبورت كيل بوان بيتي ا بحال الحصه اللي فاتت كنا خدمنا بزيرو. ليسونسييل هو داك لو بوان سيكون كينتمي للانترفال اللي ديفيني عليه لا فونكسيون بيتي اف. دونك هولي عندي الانتغرال اونتر او دو اكس و ا اف دو تي دي تي بلس الانتغرال اونتر ا و في دو اكس اف دو تي دي تي. الاولى بيان سور دائما كنحاولوا العدد اللي هو كونستان نديروه هو الاول داكور، لان هاد لا فونكسيون اللي لا ديريفي ديالها كتساوي بوتي تف راه لا ديفينيسيون ديالها ضروري خاص العدد هو اللي يكون في ليكستريميتي الاولى و اكس هو اللي في ليكستريميتي الثانيه. الا قلبتوهم راه غادي يدخل الموان، غتولي غران تف بريم هي موان بوتي تف دو اكس داكور. فو فيت اتونسيون لا فونكسيون اللي ديريفي ديالها كتساوي بوتي تف هي الانتغرال اونتر ا اي اكس، ا هي الاولى. دونك فورسيمون هنايا خصني ندخل واحد لو موان باش نقلب. دونك غتولي عندي موان الانتغرال اونتر ا و او دو اكس اف دو تي دي تي، والثانيه غادي تبقى كيف ما هي بلوس الانتغرال اونتر ا و في دو اكس اف دو تي دي تي. وهنا رجعت لو دوزيام كا اللي هو هذا، يعني باش نديريفي غادي نستعمل الكومبوزي اللي درنا في الحاله الثانيه. داكوغ، est-ce qu'il y a des questions la partie? Alors, vous pouvez activer les micros vous-même, l'autorisation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une démonstration. Un exercice normalement. وتكون هكا الانتغرال لي زيكستريميتي بجوج سون دي فونكسيون، ليكستريميتي الاولى او دو اكس وليكستريميتي الثانيه في دو اكس. فاش تبغيو ديروا لا ديريفي خدموا بهذه الطريقه اللي درت انا، يعني شال وكومبوزي وعاد من بعد ديريفيو، لان نتوما في الكور يعني في البروغرام اللي عطيكم الوزاره، البروغرام اللي عطيكم الوزاره عندكم فيه نورمالمون لي فونكسيون، عندكم فيه لو بروميي كا اللي هي غران تي اف دو اكس هي الانتغرال اونتر ا اي اكس ديال اف دو تي دي تي، وعندكم لو دوزيام كا اللي هو الانتغرال اونتر ا و او دو اكس ديال اف دو تي دي تي. لو تروازيام كا هذا سي جوست بحال تقدروا تقولوا ان كورولير ولا ان ريزولتا، يعني ما عندكمش الحق تخدموا بيه الريزولتا ديالو ديريكتومون، ضروري خصكم ديروا هاد لا بروسيدور اللي درت، يعني ديروا شال وتفرقوا الانتغرال على جوج، عاد من بعد تخدموا بلو دوزيام كا يعني وديريفيو. داكوغ، le premier cas ou le deuxième cas vous pouvez utiliser le résultat directement comme le cours. D'accord, donc maintenant je vais passer à autre chose. En fait l'intégration par partie ou l'intégration par changement de variable ou aider ou presque comme les paragraphes liens qu'on fait le cours. Voilà, donc un double intégration par partie. Alors l'intégration par partie, le théorème d'Yelha, vraiment c'est bzaf. Le mouchkil fin kayn. Le mouchkil kayn f la pratique. Mais mouchkil houa. يعني انا خاصها كتحتاج vraiment l'entraînement. C'est de l'entraînement باش انكم تولوا تعرفوا comment dire تعرفوا تشوازيو لا فونكسيون اللي غديروا لها لا ديريفي ولا فونكسيون اللي غديروا لها لانتيغراسيون. انا نشرح لكم كيفاش. دونك لو تيوريم شنو تيقول لنا؟ بغيت نحسب هاد الانتيغرال هذا، واحد الانتيغرال اونتر ا اي بي ديال او بريم دو تي في دو تي دي تي. داكوغ، دونك لي زيبوتيز اللي خاصهم يكونوا عندي هنا، لاحظوا معايا بان او بريم و في بجوجهم كاينين وسط من الانتيغرال، دونك بجوجهم خصهم يكونوا كونتينيو. داكوغ، وعاد اون بلوس دونك كثر من انهم خصهم يكونوا كونتينيو اون فات خصهم يكونوا ديريفابل، لانهم غنحتاجوا لي ديريفي ديالهم. دونك لي زيبوتيز اللي غادي نحطو، غادي ناخدو بعدا كاين اول حاجه سوا اي بي دو ريال. داكوغ،
سينو من الأحسن ناخدو أن انترفال أون جينيرال كيف ما درنا قبل، دونك سوا إي أن انترفال عاد من بعد هذاك أو بيغ ناخدو نص من الانترفال. دونك أن انترفال دو إر بيان سور سوا U et V deux fonctions dérivables لأن غنمشيو نحتاجو لي ديريفي ديالهم داك الشيء خاصهم يكونوا ديريفال ديريفال سور انترفال اي، وفوق من هذا الشيء كامل خاص حتى لي ديريفي ديالهم يكونوا كونتينو داكوغ، لان لي ديريفي ديالهم غيكونوا داخلين تا هما وسط من دي زانتيغرال، دونك ضروري لا ديريفي تاعي خاصها تكون كونتينو داكوغ. دونك اي او بريم اي في بريم سون ايغالمون ديريفابل سور اي. دابا عاد غادي ناخد دو ريال الوغ كيل كو سوا ا بي ابارتونون لانترفال اي داكوغ، لانتيغرال اونتخ ا اي بي عندي هنايا او بريم دو تي في دو تي دي تي. لاحظوا معايا بان او بريم دابخي ليبوتيز راها كونتينو حيت قلنا لي ديريفي سون تا هما كونتينو، لا سي با ديريفال سا سي كونتينو داكوغ. دونك لا فونكسيون او بريم اللي هي لا ديريفي راها كونتينو، ولا فونكسيون في حتى هي كونتينو. علاش في كونتينو؟ حيت في راها ديريفابل. اوكي لا فونكسيون في ديريفابل، ولا كانت ديريفابل راها حتى هي كونتينو، دونك هنا ما عندناش مشكل نقدروا نتكلموا على الانتيغرال ديالهم. دونك سا سي ايغال الوغ هنا عندنا اونتر كروشي او دو تي في دو تي، وهنا عندي ا بي موان الانتيغرال اونتر ا اي بي، وهنا كندير العكس ديال هادشي اللي عندي هنايا العكس ديال هادي داكوغ، بمعنى غادي ندير او دو تي في بريم دو تي داكوغ، كتولي في هي اللي كناخد لا ديريفي ديالها. وي هادي شنو كتعني؟ هادي هي اللي كنا درنا عقلتو في لا ديفينيسيون ديال الانتيغرال. نورمالمون عندي بحال هكا، هادي سي جوست كيما قلت لكم اون نوتاسيون. الا عندي بحال هكا اف دو تي اونتر ا اي بي، هادي راه هي غران تاف دو بي موان غران تاف دو ا داكوغ. نورمالمون فاش كيكون عندي شي انتيغرال بحال هكا كنجي بحال هكا، ملي كنقلب على البريميتيف ديال بيتي تاف لقيت واحد البريميتيف غران تاف كنديرو هاد النوتاسيون هادي اف دو تي اونتر ا اي بي. اوكي دونك اول حاجه غنحاولو نعرفو علاش عندنا هاد لا فورمول هادي منين جات. En fait, هذه جايه غير من لا ديريفي ديال البرودوي، سي فريمون تري سامبل انتم ما غتشوفوا. الوغ عندنا كيل كو سوا تي ابارتونون، دونك بويسك انا هنا الانترفال اللي تندير عليه الانتغرال ديالي او لي زيكستريميتي هما ا و بي، دونك غادي ناخذ كيل كو سوا تي ابارتونون لو سيغمون ا بي، سينو تقدروا تاخذوا اي كامله ماشي مشكل. الوغ عندي لا ديريفي ديال او في ابليكي ا تي، لا ديريفي ديال برودوي كنعرفوها هي او بريم دو تي فوا في دو تي بلوس او دو تي فوا في بريم دو تي داكوغ. انسي دونك دابا بغيت ندوز لانتيغرال داكوغ. دونك عندي دو فونكسيون متساويين، لا بروميير فونكسيون هي هادي ولا دوزيام فونكسيون هي هادي، دو فونكسيون متساويين دونك راه حتى لي زانتيغرال ديالهم غيكونوا متساويين داكوغ. دونك غيولي عندي لانتيغرال اونتر ا اي بي ديال او فوا في بريم دو تي دي تي ايغال لانتيغرال اونتر ا اي بي ديال فونكسيون تانية اللي هي او بريم دو تي في دو تي بلوس او دو تي في بريم دو تي، بيان سور هادشي كامل دي تي داكوغ. دو الوغ شنو هو الانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون هادي؟ نورمالمون باش تحسب الانتيغرال ديال واحد لا فونكسيون اول حاجه كنشوف واش كنعرف شي بريميتيف ديالها. اوكي الوغ واش كنعرف اون بريميتيف ديال لا فونكسيون او فوا في بريم؟ شنو هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون او فوا في بريم؟ اون بريميتيف وحده من لي بريميتيف اللي كاين بريميتيف ديال او فوا في بريم. نعطيكم لا كيسيون دو مانيير بلو سامبل، سي كوا لا بريميتيف أو لا دوني موا اون بريميتيف ديال لا فونكسيون اف بريم؟ اون بريميتيف
de la fonction f'. Nous avons F, ok. Ahmed. Marche les autres, vous êtes d'accord? Wesh F, c'est une primitive de F prime. Rime? Je nous belle. C'est grand F plus C. Je n'ai rien grand F à c'est quoi grand F? Vous êtes 13. Nous avons un drôle binatna micro Hassan. بحال جالسين في كلاس عادي يعني. Vous essayez de poser vos questions, donner vos commentaires, vos remarques, باش نتعلموا كاملين من بعضياتنا. Alors, Noha, tu n'as pas accès au micro. Normalement, راه غتلقاي واحد je sais pas, شي كاسك تما ولا ما نعرف. انا حيت اوت ما طلعش عندي. خصك شي كاسك تما غيكون خصك تكليكي عليه دو فوا. كيكون واحد الكاسك غادي تكليكي غطلع لك يمكن واحد الفونيتر وغايقول لك رجواندغ الاوديو. ما عندكمش لوتوريزاسيون ديال الميكرو؟ سي انا عاطيه لوتوريزاسيون. هيا داكور صافي دابا راه عندكم. انا كنت وي داكور دابا راه كلكم عندكم لاكسي الميكرو. وي قلتوا لي شنو هي اعطيني البريميتيف ديال بيتي تاف بريم. نوها قالت بيتي تاف. احمد لو كان قال بيتي تاف تلتوم tu as dit grand تاف يعني اون بريميتيف ديال بيتي تاف بريم سي غران تاف بلس سي. اه سي كوا غران تاف؟ سي كوا غران تاف؟ هذا هو لا كيسيون. غران تاف سي كوا؟ لي زوطخ كيسكو فو بوزون بونسي هاد غران تاف بلس سي؟ مادام اللي بغينا ناخدو اف اون بريميتيف شي اون ديريف كرونت اف تعطينا اف بريم بتيت اف بريم. فوالا نورمالمون باش نقول بان غراند تاف الوغ بعدا بلا ما نديرو هاد لا كونستانت حيت انا كتعطيوني غير اون بريميتيف ماشي زعما لي بريميتيف كاملين. باش تكون غراند تاف اون بريميتيف ديال اف بريم خاصني نورمالمون فاش ندير لا ديريفي ديال غراند تاف تعطيني اف بريم. داكوغ غراند تاف بريم ايكال ا بوتي تاف بريم دونك فونكسيون لي هي باينه هي بوتي تاف. داكوغ يعني اون بريميتيف ديال اف بريم هي بوتي تاف لان اصلا كتلاحظوا هنايا نورمالمون خاص تكون عندي غران تيف بريم ايغال ا بوتي تيف بريم دونك لو بلو سامبل هو انني نختار غران تيف هي نفسها بوتي تيف. دونك جو في نيتواي سا وغنكتبو هادشي مقاد. دونك اللي كنعرفو عندنا كيلك سوا اكس ابارتونون لانترفال اي مثلا اف بريم دو اكس خصها هاد الكتاب اللي غنكتب غتبان لكم بانال ولكن ايجارا اف بريم دو اكس عادي كل فونكسيون كتساوي نفسها. داكوغ دونك هذا كيعني بان لا ديريفي ديال لا فونكسيون بوتي تيف هي لا فونكسيون بوتي تيف بريم. داكوغ دونك لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي لداخل اللي هي بوتي تيف لا ديريفي ديالها كتساوي هاد لا فونكسيون هادي. دونك هذا كيعني بان اون بريميتيف بان بوتي تيف ايت اون بريميتيف دو بوتي تيف بريم. داكوغ حيت لا ديريفيت هادي كنحصل على هادي دونك هادي سي اون بريميتيف ديال هادي. داكوغ دونك علاش حنا درنا هادشي لانني انا بغيت نحسب هاد الانتيغرال هذا. داكوغ وسط من الانتيغرال عندي اون فونكسيون ديريفي دونك خصني نقلب ليها على البريميتيف ديالها. دونك البريميتيف اللي باينه هي لا فونكسيون او فوا في. بريميتيف ديال او فوا في بريم هي او فوا في. دونك في هاد الحاله غتولي عندي هاد الانتيغرال كيساوي اون كروشي U fois V de T entre A et B. D'accord? Égal. هاد الانتيغرال هذا غادي نستعمل لا لينياريتي باش نفرقوا لانه سي اون سوم. وسط من الانتيغرال عندي لا سوم ديال دو فونكسيون دونك غتولي عندي لانتيغرال اونتر A و B ديال U بريم دو T V دو T دي T بلوس لانتيغرال اونتر A و B ديال U دو T و V بريم دو T
dt. Et voilà, donc. Par suite, on va passer à la formule. دونك لا لاحظتوا معايا راه هي نفسها هاد لا فورمول اللي عطيتكم في لو تيونيم، جوست هنايا غادي نبدل البلايص ديال لي تيرم اللي عندي. دونك غادي نجيب هادي غادي نخليها هنا، وهاد لو تيرم هذا غنجيبو للطرف الاخر. دونك غتولي عندي لانتيغرال اونتر اي بي او بريم دو تي فوا في دو تي دي تي ايغال هنا هذيك او فوا في دو تي تقدروا تبدلوها بحال هكا او دو تي فوا في دو تي اونتر ا اي بي moins l'intégrale entre a et b u de t v prime de t dt. هذه normalement راح كنحسبوها ما كنخليوهاش بحال هكا بلي كروشي. هذه هي exactement u ديال b fois v ديال b moins u ديال a fois v ديال a. d'accord، كنشد داكشي لي اونتر كروشي كنحسب ليه ليماج ديالو في بي وكنقص ليماج ديالو. فوالا، دونك هذه كتسمى لا فورمول دانتيغراسيون بار بارتي. شنو الأهمية ديالها؟ فاش كتكون عندي شي فونكسيون، شي انتيغرال بلوتو ديال واحد لا فونكسيون، وهذيك لا فونكسيون ما قدرتش تبان ليا اون بريميتيف اللي هي اكسبليسيت، يعني شي بريميتيف اللي هي باينة، داكوغ؟ وما قدرتش نكتبها مثلا على شكل لا سوم ديال دو فونكسيون ولا شي حاجة بحال هكا، يعني باش نخدم بلا لينياريتي، يعني تقادوا ليا كاع الحلول. دونك تنقدر نفكر في لانتيغراسيون بار بارتي. Donc, on va voir des exemples pour bien comprendre. Alors, je vais prendre l'exemple, non? Donc, exemple. هانتوما عقلوا دائما لي زيتاب اللي تنديرو فاش كنبغيو نحسبوا واحد الانتيغرال. اول حاجه كنشوف واش نقدر نلقى ديريكتومون واحد البريميتيف ديال ديك لا فونكسيون، يعني كتكون بارمي لي فونكسيون يوزويل، او لا تتكتب مثلا على شكل مثلا او بريم دو تي على او دو تي، او لا مثلا كتكتب على شكل موان او بريم دو تي سور او دو تي او كاري، او لا شي حاجه بحال هكا، او لا مثلا على شكل او بريم دو تي فوا او دو تي او كاري اتسيتيرا. هادشي غادي نعاود نهضر عليه دابا شي شويه، غنعاودو نشوفو داك الطابلو باش نركزو مزيان على هاد القضيه. يعني كتكون كتبان ليا بانها كتكتب على واحد من دوك الاشكال اللي مذكورين عندكم في الطابلو ديال لي بريميتيف. دونك ديريكتومون تلقى لا بريميتيف وتنحسب لها انتغرال ديالي. ما بانتش ليا، بعض المرات كنكون محتاج مثلا غير نضرب شي كوفيسيون ونقسم عليه، او لا نشد هذيك لا فونكسيون ديالي ونفرقها على شكل جوج ديال لي فونكسيون، يعني نكتب على شكل الصوم ومن بعد نفرق الانتغرال على جوج باغ لا لينياريتي، شي حاجه بحال هكا. مي الا ما قدرت ندير حتى شي حاجه من هاد لي تروك، كنفرق نفكر في لانتيغراسيون بار بارتي، او لا في شانجمون دو فاريابل. دونك vous avez ici un intégral i qui est égal à l'intégrale entre 0 و 3 sur 4 ln t plus racine t carré plus 1 dt. Alors, هاد لا فونكسيون هادي سي كلير بانه ما تنعرفوش البريميتيف ديالها، داكوغ، وما نقدروش زعما نكتبوها على شكل لا سوم ديال دو فونكسيون او شي حاجه بحال هكا. سكي في غنفكرو في لانتيغراسيون بار بارتي. دونك في لانتيغراسيون بار بارتي خصنا ضروري كما قلت لكم قبيله خصنا نديرو لو شوا، يعني كتكون عندي واحد لا فونكسيون اللي هي هادي، خاصني نكتبها على شكل برودوي ديال دو فونكسيون، خاصني نكتبها على هاد الشكل اللي عندي هنايا في الفورمول، على هاد الشكل هذا، يعني خصني نكتبها على شكل او بريم دو تي فوا في دو تي. داكوغ، خصني نكتبها على شكل اون ديريفي ديال واحد لا فونكسيون اللي هي او بريم فوا واحد لا ديريفي في. داكوغ، المشكلة هو لو شوا، اين وحدة هي اللي غناخدها ديريفي وانا وحدة اللي غناخدها فونكسيون العادية. داكوغ، هنا لو شوا كيما قلت لكم تيجي مع لونترينمون، وعاد كاينه واحد القاعده بعض المرات كنستعملوها غنوريها لكم. الوغ vous allez voir que شنو غادي ندير. هاد لا فونكسيون هادي ديجا باش نكتبها على شكل برودوي ما يمكنش ليا زعما نفرقها على شكل برودوي ديال دو فونكسيون. دونك شنو غادي ندير، غادي ندير هي لانتيغرال اونتر 0 و 3 سور 4
كما قلت انا محتاجه نكتب على شكل برودوي ديال دو فونكسيون، انا عندي غير فونكسيون وحده وما يمكنش لي نفرقها على جوج. دونك غادي ندير هي واحد مضروبه في ال ان ديال تي بلس غاسين تي كاري بلس ا داكور. دونك فوالا ولات كتكتب على شكل برودوي ديال دو فونكسيون، الفونكسيون الاولى هي لا فونكسيون كونستانت ايغال ا، والفونكسيون الثانيه هي اللي كانت عندي في الاول. اوكي دابا اين وحده غنكتبها هي او بريم واين وحده غنكتبها هي في؟ نرجعوا للقاعده باش نعرفوا. لاحظوا معايا هنا هاد لا فونكسيون هادي اللي هي نورمالمون كتكتب على شكل اون ديريفي داكور، خصني هنايا نرجعها او، يعني خصني ندوز من او بريم ندوز لاو، يعني بصيغه اخرى خصني هذيك لا فونكسيون نقلب ليها على بريميتيف. اوكي لان هادي ها شنو هي هادي، راه سي اون ديريفي داكور او بريم دو تي يعني اون فونكسيون، وخصني انا من او بريم جبد او، يعني هذه هاد القاعده هذه او هاد العمليه شنو كتسمى، كتسمى بريميتيفاسيون. ملي كندوز من او لاو بريم هذه كتسمى ديريفاسيون، يعني جو ديريف لا فونكسيون، وملي كنرجع من او بريم كنرجع لاو ستادير جو بريميتيف كنقلب على لا بريميتيف داكوغ. باغ كونطخ لا فونكسيون في اللي هي الثانيه هذه هذه من بعد في هاد ليتاب هذه غنشدها وغنديريفيها داكوغ. دونك يكونوا عندي جوج ديال لي فونكسيون، واحده كان بريميتيفيها او لا كنقلب ليها على بريميتيف، وواحده كنديريفيها. دونك هنا خاصكم تعرفوا تختاروا. دابا نفترض انني هذه هي اللي غنشدها غندير ليها البريميتيفاسيون، يعني هي اللي غنقلب ليها على البريميتيف وهذه هي اللي غنديريفيها. سا سي با بوسيبل حيت لا فونكسيون هاد لا فونكسيون هذه اللي هي ال ان ديال تي بلس غاسين تي كاري بلس ا، هذه ما يمكنش ليا نلقى ليها اون بريميتيف، حيت كون كانت اصلا عندها بريميتيف كنت من الاول غادي نحسب الانتغرال. سكيف في هاد لا فونكسيون هادي هي اللي غنديريفيوها، وهاد لا فونكسيون واحد اللي هي لا فونكسيون كونستانت ايغال ا هي اللي غنقلبوا لها على البريميتيف، حيت البريميتيف ديال واحد راه باينه هي تي داكوغ، البريميتيف ديال واحد هي تي. دونك سي سا سكون فا فيغ. هي نورمالمون اللي تيدير واحد الكتابه هنا بوغ سامبليفيي، الوغ تيدير بحال هكا او بريم دو تي يكتبها هي واحد في دو تي هي هاد لا فونكسيون هادي ال ان تي بلس راسين تي كاري بلس ان. و دونك من هنا كتولي عندي او دو تي ايغال، دونك هنا غنشد هادي باش ندوز من او بريم ندوز لاو غندير بريميتيف، دونك بريميتيف ديال واحد هي تي، وبالنسبة لفي غندير ليها لا ديريفي، دونك غتولي عندي في بريم دو تي ايغال. الوغ هاد لا فونكسيون نورمالمون لاحظوا بأنها راه كومبوزي ما بين ال ان وما بين هذيك لا فونكسيون اللي لداخل داكوغ. دونك اون فا ايسيي دو كالكولي لا بريميتيف، نورمالمون خصني نخرج لا بلوتو اون فا كالكولي لا ديريفي. دونك غادي نحسبو لا ديريفي ديال هادشي اللي لداخل، دونك سي كوا لا ديريفي ديال تي بلس راسين تي كاري بلس ان، ديجا لا ديريفي ديال تي هي واحد دونك ها هي بلس لا ديريفي ديال هاد الغاسين هادي حتى هي عباره على كومبوزي. دونك غتولي عندي كندير لا ديريفي ديال هادشي اللي لداخل اللي هو تي كاري بلس ان، دونك هي دو تي، وكنضرب في لا ديريفي ديال الغاسين داكوغ. لا ديريفي ديال غاسين غاسين اكس هي ان سور دو غاسين اكس، دونك ان سور دو غاسين، ووسط من الغاسين كندير هاديك لا فونكسيون تي كاري بلس ان. جيسبيغ تكونوا عاقلين على هادشي ديال لي ديريفي ديال الكومبوزي. دابا ديريفيت داكشي اللي كاين الوسط من الالان، دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ديريفي ديال الالان اللي هي ان سور اكس، ولكن غنابليكيها على هادشي اللي لداخل، هاد لا فونكسيون اللي لداخل. دونك مضروبه ان سور في بلاص اكس غنحط ديك لا فونكسيون اللي لداخل اللي هي تي بلس راسين تي كاري بلس ان. ماتنو اون فا سامبليفي، دونك هنا غتولي عندي واحد دونك غير باش نبقى على هادشي، هاد دو تي غنجيبها هنا في البسط فوالا. دونك هنا غادي نوحد المقام، دونك غتولي عندي دو غاسين تي كاري بلس ان بلس دو تي داكوغ. هنا غيبقى عندي المقام هو دو غاسين تي كاري بلس ان، هادشي نضرب في واحد على تي بلس غاسين تي كاري بلس ان. الوغ لاحظوا معايا بانه هنا نقدر نعمل بهاد جوج داكوغ،
دونك غنعمل بيها ديريكتومون هنايا، دونك غتولي جوج عامل لهذا الشيء. فوالا دونك لاحظوا بان هنا راه عندي برودوي، دونك نقدر نختزل هذا لو تيرم مع هذا باسكو سي لو ميم تيرم، وغتبقى عندي ايغال ان، عاود حتى هاد الجوج غنحيدها مع هاد الجوج، دونك غتبقى ان سور غاسين دي كاري بلوس ان. فوالا هادي هي في بريم دو تي. دابا غنابليكي لا فورمول ديال لانتيغراسيون بار بارتي. الوغ اونتر لي كون لي دو كروشي اش كنوضعو؟ كنوضعو او دو تي فوا في دو تي، دونك او دو تي هي تي و في دو تي هي هادي، دونك غتولي عندي تي ال ان ديال تي بلس راسين تي كاري بلس ان، هادشي اونتر زيرو و تروا سور موان لانتيغرال. داكوغ دونك نورمالمون هادي هاد واحد هي او بريم دو تي، هادشي تقدروا ديروه غير في الواسع ديالكم. دونك هادي او بريم دو تي هي واحد، وهادي هي في دو تي. داكوغ دونك ملي غادي ندير هنايا الموا غادي نقلب، غتولي عندي او دو تي فوا في بريم دو تي. داكوغ الوغ او دو تي هي هادي اللي هي تي، و في بريم دو تي هي اللي حسبنا دابا اللي هي ان سور غاسين تي كاري بلس ان بيان سور دي تي. هادشي بيان سور اونتر زيرو و تروا سور. دونك بالنسبة لهادي جوست كنعوض، دونك تلاتة على ربعة ln تلاتة على ربعة زائد الغاسين ديال تلاتة على ربعة أو كاري زائد واحد. تلاتة على ربعة أو كاري دونك سي تسعود على ستاش زائد واحد غتعطيكم 25/16 موان ليماج في زيرو. بيان سور هنايا هادي غتمشي ليا زيرو دونك سافا دوني زيرو، عاد موان هاد لانتيغرال، هذا لانتيغرال اونت زيرو تروا سور كات تي سور غاسين تي كاري بلس ان دي تي. دونك سا سي تيغال تروا سور كات ال ان، دونك هادي غتعطيكم 5/4 غتجمعوها مع هاد 3/4 غتعطيكم 8/4 اللي هي جوج ناقص. الوغ دابا هاد الانتيغرال هذا خاصنا ضروري نكالكوليو. اوكي دونك هنا ولات عندي اون فونكسيون اللي هي نقدر نقلب ليها على بريميتيف. علاش؟ حيت لاحظوا معايا هنايا الفوق شنو عندي؟ عندي تي داكوغ، وهنايا وسط من الغاسين عندي تي كاري بلس ان. حنا كنعرفوا بان لا ديريفي ديال تي كاري بلس ان هي دو تي، داكوغ. دونك نقدر نجي هنايا ندير واحد جوج هنا باش نكمل هذيك دو تي اللي خاصاني، وهنا غادي ندير جوج. دونك بحال شنو ولا عندي هنايا؟ بحال ولا عندي لانتيغرال اونتر زيرو و تروا سور كات. هاد لا فونكسيون هادي غنسميها مثلا دو غاسين، هاد الفونكسيون غنسميها مثلا جي دو تي، والفوق عندي جي بريم دو تي، حيت جي دو تي هي تي كاري بلس ان، و جي بريم دو تي غتكون هي دو تي. داكوغ دي تي افيك جي دو تي ايتيغال تي كاري بلس ان. دونك سا سي ايغال هاد 3 سور 4 ال ان 2 غادا تبقى موان. دونك شنو هي البريميتيف ديال جي بريم دو تي سور 2 راسين جي دو تي؟ رجعوا للطابلو اللي عندكم اللي صيفط لكم، الطابلو اللي فيه هي راسين دو جي دو تي. هي راسين ديال جي دو تي، باسكو اون فيت راسين الا بغينا نديريفيو الغاسين ديال جي دو تي، الوغ غاسين ديال جي بريم ابليكي ا تي. دونك غادي نديريفيو هادشي لان هنا سي ان كومبوزي ديال لا فونكسيون غاسين مع لا فونكسيون جي. دونك غادي نخرج ديريفي ديال جي اللي هي جي بريم دو تي، من بعد غادي ندير ديريفي ديال الغاسين اللي هو كنعرفو ان سور دو غاسين، وبيان سور ابليكي لا فونكسيون جي يعني ان سور دو غاسين جي دو تي. فوالا دونك هادي غتولي عندي البريميتيف ديالها هي جي دو تي اللي هي تي كاري بلس ان اونتر زيرو و تروا سور اي فوزالي كالكولي. داكوغ دونك لو كالكول فوزيسيي دو تيرميني. فوالا دونك سا سيتي ان اكزومبل ديال لانتيغراسيون باغ بارتي. لاحظوا معايا هذا هنا ماشي واش تي كاري بلس ان ولا غاسي دو تي كاري بلس ان؟
Le primitif, ah oui, ça c'est racine. Le primitif c'est racine, oui, pardon. Primitif, il y a la, il y a la racine du G de T. Voilà. Ah, c'est Ouais. C'est racine du G. Ok. Là, voilà, comme le tableau, sauf que comme Rakin fait la série normalement, alors on a nous allons chauffer ensemble d'abord. On va voir juste avec le tableau, on discutait les choses qui m'ont donné la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions à l'exemple de l'intégration par partie? Alors, regardons le tableau. Nous discuter au chouïa. Alors, voilà, on a déjà la première fonction, déjà la fonction nulle, il y a la fonction 0. Le primitif d'elle, il y a c. On a le tableau qui a toutes les primitives. Maintenant, il y a la fonction nulle. Les primitives ديالها هما لي primitives اللي هما أو لي fonctions اللي هما constantes. يعني la fonction constante égale à 1, la fonction constante égale à 2, 3, 1,5, moins 1, هاد لي fonctions constantes, كلهم إلا ديريفيناهم كيعطيونا 0, يعني كلهم ce sont des primitives. D'accord؟ دونك هاد التابلو دائما كيزيد ديك لا constante سي بمعنى كيعطينا toutes les primitives. مي حنا فاش كنبغيو نحسبو جينيرالمون شي انتغرال راه ما تناخدوش هذيك لا constante سي. اوكي؟ دونك لاحظوا هنايا كيعطيونا حتى لو دومين دو ديفينيسيون بمعنى الدومين اللي عندنا فيه كتكون فيه هاد لا فونكسيون بوتيت اف كتكون اول حاجه كونتينو واللي كتكون فيه لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي هنا كتساوي هادي داكوغ ضروري خاصكم تردوا البال لو دومين دونك الفونكسيون الثانيه هما سو سون لي فونكسيون كونستانت اللي كتكتبوا على شكل اف دو اكس ايغال ا يعني اون كونستانت البريميتيف ديالهم هما اللي كتكتبوا على شكل ا اكس بلس سي هما اللي كنت قلت لكم ديك المره كيتسموا لي فونكسيون لينيير داكوغ حيت علاش ديتو ا اكس بلس سي وديريفيتوها غتعطيكم ا هنا لي فونكسيون اللي كتكتبوا على شكل اكس على بيسونس ان ولكن افيك ان ابارتيان ا ان اتوال يعني سي ان اونتيي نون نول داكوغ فو فيت اتونسيون لهاد القضيه فرقوا ما بين على حسب لي زونتي انا راه حطيت لكم هنا لي تروا كا ان ابارتيان ان اتوال من بعد خدينا هنايا ان يعني هبطنا للمقام نهضر على هذا بشويه ومن بعد خدينا حتى لو كا ديال ار ان نومبر راسيونيل يعني با فورسيمون ان اونتي حيت هنا راه لو دومين كيتبدل دونك هنا الا كانت عندي لا فونكسيون اكس على بيسونس ان ان ابارتيان ان اتوال هذه ماشي مشكل راه هذه فيني على ار ار كامله D'accord? مثلا la fonction x à la puissance 3 هي راه ديفيني على r tout entier و كونتينو على r tout entier البريميتيف ديالها في هذه الحاله هي x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c d'accord مثلا هذه البريميتيف ديالها هي x à la puissance 4 sur 4 يعني كنزيد دوغري بالنسبه للفونكسيون الثانيه هي اللي كتكتب على شكل 1 sur x à la puissance n يعني درنا لها المقلوب d'accord يا اما تقدروا تشوفوها هكذا 1 sur x à la puissance n أو لا تشوفوها على شكل x على بيسونس موان n ستادير في لو كا الأول كنا خدامين على n appartient n étoile يعني c'est un entier naturel يعني عدد موجب عدد صحيح طبيعي يعني موجب دابا في هاد لو كا ولا عندي البويسونس موان n يعني نيجاتيف داكوغ يعني تقدر تكون عندي x على بيسونس موان 3 x على بيسونس موان 4 وتقدروا تلقاوها كيعبروا عليها ب 1 sur x على بيسونس 3 ولا 1 sur x على بيسونس 4 هادي أنا بالنسبة ليا بلا ما تحفظوها ديما رجعوها لهاد لو كان اللي قبل منها داكوغ يعني عندي اكس ان سور اكس على بيسونس ان كما قلنا غنكتبها هي اكس على بيسونس موان ان وغنطبق عليها نفس القاعده ديال هادي يعني شنو غادي ندير غادي ندير اكس على بيسونس غندير هاد موان ان وغنزيد عليها واحد يعني كنزيد بدوغري دونك غتولي عندي موان ان بلس ان وعاود في المقام موان ان
بلوس ا، وهنايا بغيتو تخليوها بحال هكا خليوها، وبغيتو ترجعوها للمقام رجعوها، غتولي ا سور موان ان بلوس ا اكس. هنا في هذه بيان سور فاش غتهبط للمقام البويسونس غادي تضرب في الموان، دونك غتولي عندي ان موان سا. فوايي هي هذه اللي عندكم في الطابلو، دونك سي با لا بين باش تحفظوها. غير هنايا ردوا معايا البال، سي كو ان خصو يكون كيخالف موان زا، داكوغ؟ حيت نورمالمون الا كانت اكس، الا كانت ان ايكال موان زا، هنا هنا إليا اون فوت، هنا كتخالف واحد ماشي ناقص واحد. طيب علاش؟ لانه فاش غادي نديرو البريميتيف لاحظوا غتولي عندي ان موان ان في المقام، يعني فورسيمون خاص ان تكون تخالف واحد. الا كانت ان كتساوي واحد غتولي عندي لا فونكسيون ان سور اكس، لا فونكسيون ان سور اكس هي هذه، كنعرفوا البريميتيف ديالها هي الالان، داكوغ؟ هذه معزوله بوحديتها ان سور اكس، ما داخلاش مع هذا لو كان اللي هضرت عليه دابا. وردوا البال لو دومين سي سوا ار اتوال بلوس سوا ار اتوال موان، لان خاص اكس يكون نون نول لانه كاين في المقام. اوكي علاش ما درناش ار اتوال؟ علاش درنا ار اتوال بلوس او بيان ار اتوال موان؟ علاش ما درناش تو سامبلومون ار اتوال؟ حيت خاص ضروري يكون ان انترفال. ردوا البال انه في لا ديفينيسيون ديال الانتيغرال قلنا قبل ما نديفينيو الانتيغرال قلنا سوا بيتي تاف اون فونكسيون كونتينو سو واحد الانترفال اي، داكوغ؟ انترفال يعني مجال، يعني ما كيكونش فيه شي فراغ. اوكي باغ كونطخ الا خديت مثلا ار اتوال، ار اتوال شنو هو؟ هو ار غادي بحال هكا، ولكن فيه واحد لو ترو هنايا اللي هو لو زيرو، ما كاينش، داكوغ؟ دونك هذا ماشي انترفال، ماشي مجال، وبالتالي ما يمكنش ليا ندير الانتيغرال على ار اتوال. كندير يا اما كنخدم على ار اتوال بلوس يا اما ار اتوال موان. هنا لا فونكسيون عندي اكس لا بويسونس ار، شو معنى اكس لا بويسونس ار؟ افيك ار ان نومبر راسيونيل، يعني يقدر يكون واحد على جوج، واحد على ثلاثة، واحد على ربعة، اتسيتيرا. دونك الا كانت مثلا ار هي واحد على جوج، دونك غتولي هي غاسين اكس. كانت ار هي واحد على ثلاثة، غتولي هي الغاسين تروازيام ديال اكس، داكوغ؟ دونك الا عطاني مثلا فونكسيون على هذا الشكل، عطاني لا فونكسيون اف دو اكس ايغالا الغاسين تروازيام ديال اكس. دونك دائما رجعوها على هذا الشكل، اكس على بيسونس ان سور 3. دونك غادي طيحوا في هذا لوكا هذا اللي هو اكس على بيسونس ار، داكوغ؟ البريميتيف ديال اكس على بيسونس ار بحالها بحال لي دو كا اللي قبل، هي اكس على بيسونس ار بلس 1 سور ار بلس 1، داكوغ؟ يعني هذا لوكا هذا عندي البريميتيف هي اكس على بيسونس 1 سور 3 بلس 1 سور 1 سور 3 بلس 1. افاكم ديزاكتيفو لي ميكرو. دونك هي اكس على بويسونس 4 سور 3 سور 4 سور 3، دونك هاد 4 سور 3 طلع من المقام غتولي 3 سور 4 اكس على بويسونس 4 سور 3. وهادي الا بغيتو تقدروا تعاودوا ترجعوها على شكل غاسين، غتولي هي 3 سور 4. دونك هادي هي الغاسين تروازيام ديال اكس على بويسونس 4، هذه اللي كانت في البسط كتبقى لداخل، وهذه اللي كانت في المقام كتولي هي الدوغري ديال الغاسين. غير هو نفس الشيء خاص هنا في هذه الحالة خاص ار يكون كيخالف موان زان، حيت لاحظوا معايا هنا عندي في المقام ار بلس. وهنا الحالة اللي من بعد هي ان سور اكس، هذه كنعرفوها هي الالان ديال لا فالور ابسولو ديال اكس بلس سي. هنا لا ميم شوز، راه هنا راه نورمالمون سوا ار اتوال بلس او بيان ار اتوال موان، حيت ار اتوال ماشي انترفال، داكوغ؟ ما تنساوش لا فالور ابسولو، وفات اتونسيون. وهنا لا فونكسيون اكسبونونسيال لاندا اكس هي ان سور لاندا، ها هي دي فوت ايسي، ان سور لاندا، عفاكم فو كوريجي هادشي اللي كان كوريجي معاكم دابا. هنا هي ان سور لاندا اكسبونونسيال لاندا اكس، هنا ا على بويسونس لاندا اكس هي الوغ، هادي بغيت نهضر عليها مزيان، هاد ا على بويسونس لاندا اكس، باش حتى هي بلا ما تحفظوها حاولوا تبقاو دائما غير تجبدوها بوحديتكم. الوغ ا على بويسونس لاندا اكس راكم انتو قريتوها نورمالمون في اللوغاريتم وفي الاكسبونونسيال، يكون عندي عدد اللي هو ا اصغر اي بيان سور يكون ستريكتومون بوزيتيف اس واحد لا بويسونس، داكوغ؟ هادي كنقدر نكتبوها هي اكسبونونسيال لاندا اكس ln ا، فوايي؟
عقلوا على هذه القضيه. دونك هذه دابا الا بغيت ندير لها البريميتيف غنابليكي هذيك اللي قبل منها اللي هي اكسبونونسيال لاندا اكس، اللي هي كتعطيني ان سور لاندا اكسبونونسيال لاندا اكس. دونك انا هنا غادي نكتبها بنفس الشكل، غتولي هي اكسبونونسيال لاندا ال ان ا فوا اكس. دونك ولات عندي هذيك لا كونستانت او داك العدد هو هذا لاندا ال ان ا. دونك ملي غادي نجي نبغي ندير البريميتيف غادي نهبط هذا العدد هذا، دونك غتولي ان سور لاندا ال ان ا، وغتبقى عندي هنا اكسبونونسيال لاندا ال ان ا فوا اكس ايغال. دونك هاد ان سور لاندا ال ان ا غادا تبقى، وهادي غنرجعها كيف ما كانت قبل، هي ا على بيسونس لاندا اكس. وغتلقاو في الطابلو هي هادي اللي عاطينكم هنايا a à la puissance x normalement هنايا sur lambda ln a. هنا هي ديفولت داكوغ. دونك هادي بلا ما تحفظوها، حاولوا غير ترجعوها على شكل اكسبونونسييل وغتقدروا تلقاو ليها البريميتيف ديريكتومون. ابخي عندنا لا فونكسيون كوسينوس اوميغا اكس، هادي هي ان سور اوميغا سينوس اوميغا اكس. راه ديجا درت لكم لو سيركل وقلت لكم كيفاش تلقاو البريميتيف ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك. وما تنسوش الا كانت عندكم لا كونستانت لداخل اوميغا كديروها في المقام. نفس الشيء بالنسبه للسينوس. الوغ بالنسبه للطونجونت اكس، علاش في الطونجونت اكس كتعطينا هاد لا فونكسيون هادي؟ اون فيت لا فونكسيون طونجونت اكس ايت ايغال. دابا انا غنحاول نعطيكم دي تكنيك باش انكم تفهموا هاد الطابلو هذا، باش بلا ما تضطروا انكم تحفظوه، لان الحاجه الا حفظتها بلا ما نفهمها نقدر نجي حتى نهار الامتحان ومع لو تراك نسي عليا لا فورمول اللي انا ديجا غير حافظها بلا فهمها، وغادي نبقى بلوكي. اوكي دونك الا عرفت الحاجه منين جات حتى الا تنسات عليا نقدر نعاود نجبدها بوحديتي. دونك هنا هي لا فونكسيون طونجونت، سا سي ايغال ا سينوس اكس سور كوسينوس اكس. الوغ الا رجعتو لو سيركل، سي كوا لا ديريفي ديال كوسينوس اكس؟ ها هي كوسينوس اكس، لا ديريفي ديالها هي موان سينوس اكس. داكوغ، يعني هنايا هادي نقدر نكتبها هي موان، داكوغ، موان سينوس اكس، ولتحت غادي نخلي كوسينوس اكس. دونك سا سي ايغال موان لا ديريفي ديال كوس، يعني كوس بريم دو اكس سور كوس اكس. يعني بحالا ولات عندي موان U prime de x sur U de x. Elle est normalement primitive d'elle est moins ln de la valeur absolue de U de x. D'accord? Alors, elle est là, mais elle va être chauffée à ce tableau. Parce que tu connais comme U prime sur U. Normalement, tu as comme ln de la valeur absolue de U. Je sais pas ce qu'il est. Vous voyez? Normalement, il est là, ln de la valeur absolue de U. U de x وبغيت تديروا ليها لا ديريفي. alors هذا سي ان كومبوزي ديال دو فونكسيون، ديال هاد الفونكسيون هادي ln ديال لا فالور ابسولو ودير هاد الفونكسيون. داكوغ دونك غادي نخرجوا لا ديريفي ديال ديك الفونكسيون اللي لداخل، دونك غتولي عندي U بريم دو x، وغادي نضرب في لا ديريفي ديال هادي. شنو هي لا ديريفي ديال ln ديال لا فالور ابسولو دو x؟ هي 1 سور x. دونك 1 سور، ولكن غنابليكيها على U، دونك غتولي عندي U دو X اللي هي U بريم دو X سور U دو X. وي دونك غير أنا هنا زيد عندي واحد لو موان هو اللي درت هنايا. دونك حاولوا أنكم تعقلوا على كيفاش تجبدوا البريميتيف ديال الطونجونت بلا ما تحفظوها، ديما كتبوها هي السينوس على الكوسينوس وغادي تعطيكم هاد لا فورمول. دونك أنا بالنسبة ليا هنايا لا فونكسيون U هي الكوسينوس، دونك غتولي عندي موان الان ديال لا فالور ابسولو ديال كوسينوس اكس. وي هي اللي عندكم في الطابلو ايفيكتيف. جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي اللي تنقول. هنا شوفوا الانترفال اللي خدامين عليه هو موان بي سور 2 بي سور 2، حيت لا فونكسيون طونجونت نورمالمون ما كتكونش ديفيني في لي بوين بحال موان بي سور 2 بي سور 2 3 بي سور 2 ايتترا. داكشي علاش كنحاولوا دائما تنخدموا على دي انترفال على هذا الشكل، يا اما موان بي سور 2 بي سور 2، او مثلا بي سور 2 3 بي سور 2
المهم قلنا كنخدموا على ديزانتيغرال على هاد الشكل، ديزانترفال على هاد الشكل. هنا عاود عندكم البريميتيف ديال ان بليس طونجونت كاري، راه هي طونجونت، حيت ديجا راه نتوما كتعرفوا لا ديريفي ديال طونجونت هي ان بليس طونجونت كاري، وعقلوا عليها حتى بهاد ليكسبريسيون هادي ان سور كوس كاري، حيت ان بليس طونجونت كاري هي اكزاكتومون ان سور كوس كاري. هنا ان سور سينوس كاري، هادي عاود كيفاش نجبدوا البريميتيف ديالها، ان سور سينوس كاري. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. هذاك الواحد اللي عندي في البسط غنكتبو هو سينوس كاري ديال اكس بلس كوسينوس كاري ديال اكس، وهاد المقام غادي يبقى نفسه. من بعد غادي نفرق البسط، دونك غتولي عندي سينوس كاري سور سينوس كاري بلس كوس كاري سور سينوس كاري. هادي غنكتبها هي واحد، وهادي غنكتبها هي المهم هادي غتبقى هي كوس كاري ديال اكس. اتوندي اسكو جو سي ماتنا كوس كاري سور سينوس كاري. الوغ جو با غشيت لا ميثود ونخرجها، ان سور سينوس كاري موان زان سور طانجونت. ان بلس طانجونت كاري ان بلس طانجونت كاري سور طانجونت كاري. دونك كوس كاري ديال اكس سور سينوس كاري ديال اكس، فوالا سا فا دوني. دونك هي ان بلس، الوغ نورمالمون هادي غنكتبها هي كوس اكس سور سينوس اكس لو تو او كاري. الوغ نورمالمون الطونجونت كنعرفوها هي السينوس على الكوسينوس، داكوغ؟ دونك الكوسينوس على السينوس هي المقلوب ديال الطونجونت. دونك هنا غتولي عندي هي واحد زائد المقلوب ديال الطونجونت، بيان سور غندخل عليه هاد الكاري، غتولي هي ان سور طونجونت كاري ديال اكس. دونك سا سي على واحد المقام هي طونجونت كاري ديال اكس بلس ان سور طونجونت كاري ديال اكس. دونك لاحظوا معايا 1 بلس طونجونت كاري هي نورمالمون سي لا ديريفي ديال طونجونت، داكوغ؟ يعني نقدر نكتب هذه هي او بريم دو اكس سور او كاري ديال اكس افيك او ديال اكس هي طونجونت اكس. وي حيت 1 بلس طونجونت كاري هي اكزاكتومون لا ديريفي ديال طونجونت، يعني بحال عندي او بريم ديال اكس سور او كاري ديال اكس، هذه البريميتيف ديالها. دونك هي موانز ان سور او دو اكس. هادو حاولوا تعقلوا عليهم، هادو ديال او بريم على او كاري، او بريم على غاسين او، هذا او بريم على او اتسيتيرا، هادو راه مهمين هادو بزاف. دونك بريميتيف ديال او بريم ديال اكس على او كاري ديال اكس هي موانز ان سور او، حيت الا شديتو هادي ديريفيتيوها غتعطيكم اكزاكتومون او بريم ديال اكس سور او كاري ديال اكس. دونك هنايا غادي نعوض غير او ديال اكس هي الطونجون، دونك غتولي عندي موان زان سور طونجون ديال اكس، هي اكزاكتومون اللي عندكم في الطابلو. هادي في حالة ما الا تنسات عليكم ولا شي حاجة، حيت هادي ما كت هادي الصراحة ما كنصادفوهاش بزاف، هادي ديال ان سور سينوس كاري زعما اغلبية الناس ما كيكونوش حافظينها، سكيفي اغلبية الناس كيحاولوا يجبدوها بهاد الطريقة هادي. البريميتيف ديال ان سور ان بليس كو اكس كاري هي لاك طونجونت، هادي راه ساهله. وفوالا هادو هما اللي هضرت لكم عليهم. دونك هادي غير ديال برودوي ما عندناش فيها مشكل، هادي ديال المقلوب دونك موان او بريم سور او كاري، البريميتيف ديالها هي ان سور او. هادي غير معاوده هنايا او بريم فوا او ا لا بويسونس ار، البريميتيف ديالها هي u à la puissance r plus 1 sur r plus 1. u prime sur 1 plus u carré. البريميتيف ديالها هي l'arc tangent ديال u. هادو كلهم سون ديكومبوزي الى لاحظتو، داكوغ؟ بحال دابا هادي اللي هنايا، هادي نورمالمون راه هاديك u prime على 1 plus u carré راه هي u prime فوا لا ديريفي ديال l'arc tangent
appliqué à U. Vous voyez? Donc, فاش غنجي غنبغي ندير لها البريميتيف غتعطيني اف اكزاكتومون لاك تانجونت ديال U. فوالا، وهذه ديال الكوسيون U على V. وهنايا كاينه وحده عمر الكوراج، هي هذه U بريم، غنزيدها بالاحمر، U بريم على على U بريميتيف ديالها هي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال U بلس اون كونستانت. هنا الانترفال خاص بيان سور غير تكون U نو سانول با، لان ما يمكنش ندخل زيرو وسط من وسط من الالان. دونك هذاك الانترفال اللي غنكون خدام عليه خاص تكون U ما كتانولاش فيه، تو سامبلومون. تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف ماشي مشكل، لان دون تو لي كا قبل ما ندخلها الالان غندخل عليها لا فالور ابسولي، دونك ما كاينش مشكل في الاشاره ديالها. فوالا، دونك فينالمون كملنا لو طابلو. اسكو يليا دي كيستيون على هاد طابلو ديال لي بريميتيف اي جوفيال؟ شي حاجه في هادشي اللي شرحت دابا ما مفهوماش، او لا شي رمارك؟ وي، شي واحد اكتيف دابا الميكرو جو بونس. محمد نو، Tout c'est clair, bien. ابتسام، هدى، احمد، ملاك، نهى، كلثوم، ملاك، بس سوا مدام كل شيء مفهوم. ريم، يلا كنحاول نحفظ الاسماء. C'est clair. اوكي، الوغ دابا جو بونس نخدمو دي زيكزارسيس باش نهرسو شويه لا روتين ديال الكور. ياك الا بقينا تنخدمو الكور بزاف غادي نملو شويه. مدام وي، مدام، ما فيش البريميتيف كيف تخلص البريميتيف ديال الطابلو؟ كلتم شنو قلتي ليا؟ ما فيش كيف تخلص البريميتيف ديال الطابلو؟ ديال طونجونت اكس بريميتيف ديالها. فوالا، هيا هانتي طونجونت اكس كتبتها، طونجونت اكس كتبتها هي السينوس على الكوسينوس، لا ديفينيسيون ديالها. داكوغ، دونك بحال ولات عندي فونكسيون في المقام هي الكوسينوس، والفونكسيون اللي في البسط هي السينوس. نورمالمون اللي تنعرفو حنا هو لا ديريفي ديال الكوسينوس هي موان سينوس. داكوغ، دونك شنو درت هنايا؟ درت واحد الموا هنا ودرت موا هنا، داكوغ، بحال ما درت والو. غير علاش درت هاد لو موا هذا؟ باش تولي عندي هنايا موا سينوس، وهنا في المقام الكوسينوس، يعني غتولي عندي الفوق او بريم ديال اكس والتحت او دو اكس، يعني غتولي عندي الفوق لا فونكسيون ديريفي والتحت لا فونكسيون. هي هادي اللي زدت في الاخر ديال الطابلو، او بريم على او، بريميتيف ديالها هي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال او. داكوغ، دونك سي سا سكو جي في ايسي. دونك هاد لو موا غادي نخليه، ماشي مشكل، ها هو موان. وهاد موان سينوس نورمالمون هي او بريم دو اكس، وهاد الكوسينوس هي او دو اكس. دونك او بريم دو اكس على او دو اكس البريميتيف ديالها هي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال او، يعني الالان ديال لا فالور ابسولي ديال الكوسينوس افيك داك لو موان اللي زدنا. داكوغ، دونك تو سامبلومون جي اسيي باش انه البسط نكتبو على شكل ديريفي، والتحت نكتبو على شكل ديك لا فونكسيون، يعني على شكل او بريم على او. سي كلا، جو بونس انت ما فهمتيش علاش البريميتيف ديال او بريم على او هي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال او، سي سا؟ حيت الا خديتي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال او، داكوغ، سا جو بو ليكريغ كوم ان كومبوزي ديال دو فونكسيون. دونك سي جي ران اف افيك جي دو اكس هي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال اكس، و اف دو اكس هي الفونكسيون اللي لداخل اللي هي او دو اكس. داكوغ، دونك ln ديال لا فالور ابسولي ديال او هي اون فيت الكومبوزي ديال جي وديال اف. دابا الا بغيت ندير في هاد ln ديال لا فالور ابسولي ديال او، دونك ln ديال لا فالور ابسولي ديال او لا ديريفي ديالها ابليكي على اكس نورمالمون هي جي ران اف بريم ابليكي على اكس. دونك بار ديفينيسيون ديال ديريفي ديال الكومبوزي سا سي f بريم ديال x مضروبة في g بريم
appliquée à f de x égale. Alors, c'est quoi f? Il y a u de x. Il y a f prime de x, il y a u prime de x. Donc, ça, c'est u prime de x. Alors, c'est quoi la fonction g? Il y a ln de la valeur absolue de x. La dérivée, il y a ln de la valeur absolue de x. La dérivée de ln, il y a 1 sur x. Normalement, tu m'as dit que la dérivée de ln x est 1 sur x. Regarde, la valeur absolue. La valeur absolue, mais qu'est-ce qu'elle touche? Qu'est-ce qu'on a la dérivée? La dérivée de ln de la valeur absolue de x est 1 sur x. D'accord? Donc, il y a la dérivée de g, il y a 1 sur x. Vous voyez qu'on a appliqué à la f. D'accord? Il y a un dit 1 sur f de x. Vous voyez qu'en fait, f de x, il y a la fonction u. D'accord? Donc, ça, c'est u de x. Il y a quelque chose à faire, u prime de x, elle est u de x. C'est en fait juste un composé, d'accord? Composé de la fonction ln, de la valeur absolue, mais à la fonction u. D'accord? Par exemple, de l'arc tangente, on a l'arc tangente de u de x, d'accord? Had la fonction, on va la dérivée. Donc la dérivée de u prime de x. On va dire la dérivée de l'arc tangente, il y a 1 sur 1 plus x carré, appliquée à la u. Il y a 1 plus u carré de x. D'accord? Il y a u prime de x, il y a 1 plus u carré de x. Il y a 9 tableaux. هيا u بريم على 1 بلس u كاري كتعطينا لارك تانجون ديال u. اون فيت هاد لي فورمول اللي عندنا في الاخر ديال الطابلو هادو كلهم جايين باستثناء الاولى والاخرى ما تبقى كلهم جايين من ديريفي ديال كومبوزي. داكوغ كومبوزي كنخدمو بدي فونكسيون يوزويال بحال مثلا الفونكسيون ديال المقلوب او لانفيرس الفونكسيون ديال بويسونس الفونكسيون ديال الالين الفونكسيون ديال لارك تانجون etc. اي فونكسيون تقدروا ديروا ليها الكومبوزي مع واحد الفونكسيون u وديروا لها لا ديريفي. هادو دائما الكومبوزي خليوه في دماغكم ديما ردوا ليه البال فاش تبغوا تحسبوا شي انتغرال. في الغالب كتكون ديك الفونكسيون اللي وسط من الانتغرال كتكتب على شكل كومبوزي. اوكي هادشي غادي نتدربوا عليه كثر في لي زيكزارسيس. الوغ ندوزو نديرو نوتر باج ونخدمو داك التي دي ديالنا. Alors, je pense que intégrer au Hena Yassin. Ou là, on va scanner ou l'exercice de l'exercice. Je me laisse de retrajouer le PDF. Contexte chimique. Voilà, donc je vais copier juste le premier exercice. Voilà. هذا نورمالمون انا ما تنذكر جو بونس ان اكزرسيس من المفيد حيت المفيد راه تلقاو نورمالمون كتلقاو بزاف ديال لي اكزرسيس كاينين زوينين غير هما ما فيهمش لا كوريكسيون داكوغ داكشي علاش اغلبيه لي زيفيديو ما تيزعموش عليهم ولكن هما فريمون المفيد من احسن لي مانيوال في لي زيكزارسيس وحتى في الكوره. Alors, le premier exercice, ça, on considère les deux intégrales. On a l'intégrale i ou on a. Ah, Mohamed, changement de variable. Je vais vous dire que je vais trop faire le cours d'avant. Parce que sinon, le واحد تيبدا يمل وتيبدا يعيا راه كاين واحد la capacité limitée عندنا في الدماغ ديالنا. غنحاولوا نابليكيو هادشي اللي درنا بعدا نترينيو عليه شويه و الحصه الجايه عاود غنخدموا لا سيري ديال شونجمون دو فاريابل. On considère les intégrales, on a i ou on a j, d'accord? Donc, on va calculer i plus j, ou on va calculer i moins j, et finalement, on va déduire la valeur de i ou de j, d'accord? Donc, on va calculer i plus j. C'est une méthode, c'est une technique, les gens qui ont fait beaucoup.
مي في الغالب زعما الا كانت غتحط في شي تمرين، يا اما في شي كونترول ولا في شي ناسيونال، تيتعطاكم هاد لي زانديكاسيون، تيقول لك فوالا حسب لا سون، حسب لا ديفيرونس. Alors, i plus j, ça c'est égal l'intégrale entre 0 pi sur 2 cosinus x sur cos x plus sinus x dx plus l'intégrale entre 0 ou pi sur 2 sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Égal. Alors, là, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Il y a les deux fonctions intégrale ou donc, il y a l'intégrale entre 0 et pi sur 2. Donc, là, pour ne pas perdre du temps, il y a la fonction. La fonction. Donc, il y a le maqam. Il y a cos x plus sinus x. Il y a cos x plus sinus x. Il y a 1. D'accord? دونك شنو هو الانتغرال ديال واحد؟ دونك نورمالمون غنقلب على البريميتيف ديال هاد الواحد هذا، كيف ما قلنا في الطابلو البريميتيف ديال ا هي ا اكس، داكوغ؟ دونك بريميتيف ديال واحد هي اكس، دونك غندير بحال هكا اكس اونتخ زيرو بي سور دو. دونك غنحسب ليماج بي سور دو غتعطيني بي سور دو موا ليماج زيرو اللي هي زيرو، دونك سا سي ايكالا بي سور دو، داكوغ؟ دابا نفس الشيء غنديرو لا ديفيرونس، دونك اي موان جي، دونك نفس الشيء اون فا ابليكي لا لينياريتي، دونك الانتغرال اونتر 0 بي سور 2 كوس اكس سور كوس اكس بلس سينوس اكس دي اكس موان الانتغرال اونتر 0 بي سور 2 سينوس اكس سور كوس اكس بلس سينوس اكس بي اكس. الوغ دابا فاش نكونو خدامين التمارين هذا بلا ما نتسناو لي نقول لكم زعما واش عندكم دي كيسيون، اللي بغى يعطي شي ريبونس عنده شي اقتراح في شي ريبونس ولا هذا شاركوا معايا. انا مادام نقدر نشوفو الانتغرال الاول ناقص الانتغرال الثاني هي الكوس ديال اكس موان سينوس ديال اكس ها سين يعني كوس جمعهم في اكس انتجرال واحد ياك؟ هي واخا اي دي كوس اكس موان سينوس ديال اكس نقدر نشوفها هي لا ديريفي ديال كوس ديال اكس بلس سينوس ديال اكس. هكداك دونك البريميتيف ديالو راه بتكون ديال الان لا فالور سيري ديال لا فونكسيون اللي كاينه تحت. قلت لي هي البسط هو الديريفي ديال المقام، حيت لا ديريفي ديال الكوسينوس هي اون فيت موان سينوس، داكوغ، اكزاكت و لا ديريفي ديال السينوس هي الكوسينوس، داكوغ، يعني اون فيت البسط هو لا ديريفي ديال المقام. تري بيان، داكوغ. دونك اور la dérivée de cosinus plus sinus. Alors, prime appliqué à x est égal cosinus prime de x plus sinus prime de x qui est égal donc là ça donne moins sinus x plus cos x. Donc là, le هذا هو المقام. دونك لا ديريفي ديال المقام كتساوي البسط. دونك انسي اي موان جي ايت ايغال لانتيغرال اونتر 0 و بي سور 2 ديال او بريم دو اكس سور او دو اكس دي اكس. افيك شنو هي او دو اكس؟ هي كوس اكس بلوس سينوس اكس. فوالا. دونك هادي هي اللي ديجا تكلمت عليها قبيله زدتها لكم في الطابلو. هادي البريميتيف ديالها هي الالان ديال لا فالور ابسولو ديال او دو اكس، داكوغ؟ او دو اكس اللي هي هادي، دونك اللي هي لا فالور ابسولو ديال كوسينوس اكس بلس سينوس اكس اونتخ زيرو او بي سور دو. دونك دابا غنحسبو ديريكتومون. دونك هنا غادي نعوض اكس في الاول بي سور دو، دونك كوسينوس ديال بي سور دو هي زيرو و سينوس ديال بي سور دو هي واحد، دونك غتولي عندي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال واحد اللي هي الان واحد اللي هي زيرو. مشات هنا عاود كوسينوس ديال زيرو واحد سينوس ديال زيرو زيرو، دونك نفس الشيء عطانا تا هي زيرو، دونك سا سي ايكالا زيرو. تري بيان. دونك باغ لا سويت
ولا عندي اون فيت ان سيستم سيستم اللي عندي فيه، يعني وليت كنعرف لا فالور ديال لا سوم ولا فالور ديال لا ديفيرونس. دونك ولات عندي اي بلس جي كتساوي بي سور دو، و اي موان جي كتساوي زيرو. دونك يكفي نحل هذا السيستم هذا باش نلقى لا فالور ديال اي وديال جي. دونك في الاول غادي ندير لا سوم، غادي نجمع ليكواسيون الاولى مع ليكواسيون الثانيه، غتعطيني دو اي ايجال بي سور دو، وهنايا جي راه هي اكزاكتومون اي جبتها من ليكواسيون الثانيه. دونك ليكواسيون الاولى غتعطيني اي ايجال بي سور 4، وبالتالي جي حتى هي كتساوي بي سور 4. فوالا نورمالمون زعما كون بغينا نخدمو ديريكتومون نخدمو كلها انتغرال بوحديتها. صعيب صراحة باش ماشي صعيب، ولكن كنا نقدروا نديرو شي سوا انتغراسيون بار بارتي، ولا نفرقو نكتبو ديك الفونكسيون اللي داخل نكتبوها على شكل سام. هذا دابا هنا جي رماركي كيلكو شوز في الانتغرال اي، نورمالمون عندي الكوسينوس الفوق فوالا، دونك سي الانتغرال اونك زيرو بي سور دو كوسينوس اكس سور كوس اكس. راه دابا باش تحسبو انتغرال ما كتكونش ميثود وحده، راه ممكن انا انتغرال نحسبو بشونجمون دو فاريابل، وواحد اخر يحسبو بلانتيغراسيون بار بارتي اتسيتيرا. دونك انا هنا فكرت انني نقسم لا فونكسيون اللي لداخل على جوج، ماشي على جوج بلوتو، انني نزيد ونقص. دونك اولا نقسم، دونك طوندي الا بغيت نقص هذيك الكوسينوس اللي الفوق نهبطها لتحت. المهم حنا غادي غير نجربو نشوفو الا لقينا شي ميثود اخرى. دونك انا قلت هاد الكوسينوس هادي اون فيت بغيت نهبطها لتحت، دونك الا هبطتها لتحت غتولي عندي الفوق غتبقى عندي واحد، والفوق غادي تبقى عندي كوسينوس اكس بلس سينوس اكس على كوس اكس داكو دي اكس. دونك سا سي ايغال لانتيغرال اونتر زيرو اي بي سور دو واحد على، دونك هنا نقدر نفرق هاد البسط هنايا، دونك غتولي عندي واحد زائد سينوس اي، غتبقى عندي هنايا سينوس اكس على كوسينوس اكس اللي هي طونجونت اكس دي اكس. فوالا هاد ان بلس طونجونت اكس صعيب صراحة باش نلقاو لها اون بريميتيف، او على الاقل باش زعما نحسبوا الانتغرال بشي طريقة أخرى. سي ان بو ديفيسيل مي اون فيت كاينة واحد الطريقة أخرى أنا بانت ليا دابا، حيت هادي هاد لا فونكسيون اللي لداخل. أنا غادي نعطيكم واحد من بعد فاش نهضروا على شونجمون دو فاريابل غنوريكم تقريبا لي شونجمون اللي هما كلاسيك، حيت كاينين دي شونجمون دو فاريابل كلاسيك في الغالب ما تيديروهمش الناس في الباك. سا سي مالوريزمون حتى حنا في السوق ما كانوش كيعطيوهم لينا، كيقول شي كيقول لك فوالا هالو تي ولا ديال شونجمون دو فاريابل، وتيخليك انت فاش كيتحط قدامك واحد الانتغرال خاصك انت تبقى تعصب في دماغك باش تلقى لو شونجمون اللي هو مناسب. الوغ كو نورمالمون كاينين غتلقاو شي كتوبه اللي تيقول لك فوالا الا كان عندك هاد لو كا هالو شونجمون اللي في الغالب كيخدم، الا كان عندك ان تيل كا هالو شونجمون اللي دير. بحال مثلا هاد لو جون ديال لي فونكسيون هادي كتسمى اون فونكسيون راسيونيل تريغونوميتريك، حيت علاش كتكتب على شكل فونكسيون على فونكسيون داكوغ، البسط على مقام، والبسط فيه الكوسينوس والسينوس، والمقام حتى هو فيه الكوسينوس والسينوس. دونك كاينه واحد لا تكنيك باش نقدروا نعرفوا لو شونجمون المناسب، يا اما كنوضعوا تي هي كوس اكس، يا اما كنوضعوا تي هي سينوس اكس او لا طونجونت، على حسب كندير واحد لو تيست هو اللي تيبين لنا الاختيار المناسب. فاش غنديرو الحصه الجايه شونجمون دو فاريابل غنوريكم هاد لو تيست هذا. دونك كاينه هاد لا تكنيك هادي حتى هي ممكن نخدمو بها دابا، الا كنا زعما كنعرفو هاد اللعيبه ديال شونجمون دو فاريابل راه فو بوفي كالكولي لا فالور ديال اي ديريكتومون، وحتى جي نفس الحاجه حتى هو غنديرو ليه ان شونجمون دو فاريابل ونحسبو لا فالور ديالو ديريكتومون، يعني بلا ما نحتاجو نديرو لا سوم و لا ديفيرونس ديالو. فوالا دونك هاد الطريقة هادي جو بونس كو لو فا با مارشي. دونك هنا شنو غادي ندير، غنكتب حداها شونجمون دو فاريابل، وفاش نديرو شونجمون دو فاريابل فكروني باش نرجع نخدمها معاكم. دونك سا شونجمون دو فاريابل
Voilà. D'abord, on besoin de l'exercice tiens. هذا هو تقريبا تيشبه ليه، هو فيه لا سوم لا ديفيرونس اتسيتيرا. هذه صراحة تكنيك تنخدمو بها بزاف، سيكون عندنا مثلا شي انتغرال بحال دابا مثلا في الاكزارسيس الاول، راه يقدر يكون مثلا لوبجيكتيف ماشي هو الانتغرال جي، لوبجيكتيف كان هو الانتغرال اي، وفاش استعصينا نحسبو الانتغرال اي مشينا كرينا اون اوتر انتغرال اللي هي جي وخدمنا بها اترافير لا سوم ولا ديفيرونس باش نلقاو لا فالور ديال اي. اوكي، الو هنا عندنا لانتيغرال اي كوسينوس على بويسونس 4، هنا لانتيغرال جي سينوس على بويسونس 4، ولانتيغرال كا هو هذا. داكوغ، لا بروميير كيسيون كالكولي لا ديفيرونس سادير اي موان جي، دونك اي موان جي سا سيت ايغال موان دونك غادي نجمع هادشي في انتيغرال واحد، دونك زيرو بي سور دو كوسينوس كات موان سينوس كات. الوغ اسكو فوز افي اون بروبوزيسيون ايسي، كيفاش غادي ندير نحسب هاد الانتيغرال هادي؟ نقدر نرجعها هي كوس كاري دو اكس موان سينوس كاري دو اكس باش وي تعطينا ندير اه وي دير ايدونتيتي مستقبل. ريماركابل. اكزاكتومون. باردون وي وي ماشي مش من بعد غادي تبقى لنا سينوس كاري بلس كوس كاري اللي هي واحد، وبتبقى لنا كوس كاري دو كوس كاري دو اكس موان سينوس كاري دو اكس. il y a je pense moins cos 2x. Oui, cos carré moins cos 2x. Il y a en fait, il y a Non, cos. je pense sinus 2x, je pense, je Là, il y a pense. cosinus 2x. Il y a cosinus 2x. Et Ok, l'équation ok. est correcte. Il y a Oui. un le moins. Très bien. Ok. Voilà, très bien, bravo, les gars. Alors, il y a des ficras, mais c'est pas votre camarade. Alors. غير هذه اللي لداخل غادي نرجعوها ايدونتيتي ريماركابل، يعني سي كوس كاري ديال اكس بلس سين كاري ديال اكس عامل كوس كاري اكس موان سين كاري اكس. راه ما يخلعكمش هذا الشيء في الاول، زعما تقولوا منين جات هذه الفكره وعلاش بالضبط فكرنا بهذه الطريقه، راه قلت لكم سا فيان افيك لونفينمون. حاولوا تخدموا الماكسيموم ديال لي زانتيغرال. الوغ هنا اون فا ترافايي افيك ديك لا فورمول كلاسيك اللي تنعرفو ديال الكوس والسين، هي هادي سا سي ايغال ا ان. داكوغ، كوس كاري بلس سين كاري ايغال ا ان، دونك غتبقى عندنا كوس كاري ديال اكس موان سين كاري ديال اكس. وهنا واحد الملاحظة مهمة، عافاكم عاودوا راجعوا لي فورمول ديال التريغونوميتري، لان اغلب ماشي اغلبيه ولكن بزاف ديال لي زانتيغرال اللي تتصادفوا كيكونوا دي زانتيغرال تريغونوميتريك، يعني فيهم الكوس سين طونجونت، وتنحتاجوا هذوك لي فورمول باش نسامبليفيو. داكوغ، بحال دابا هنايا راه ضروري هذه خصني نسامبليفيها، غادي نخدم بهاد لا فورمول هادي. يعني الا كنت نسات عليكم هاد لا فورمول راه صعيب تلقاو هاد الانتيغرال هذا. دونك كوسينوس ديال 2 اكس كنعرفوها هي كوس كاري ديال اكس موان سين كاري ديال اكس، وممكن تخدموها عند هي نورمالمون ثلاثة ديال لي زيكسبرسيون، ولكن الاكسبرسيون الأصلية هي هذيك اللي الفوق. الوغ هذه ممكن نكتبوها بفورمول أخرى، دونك غنديرو لها هي كوسينوس كاري ديال إكس موان، وهاد السينوس غنعوضها هي أن موان كوس كاري. داكوغ، حيت كوس كاري بلس سين كاري هي واحد، دونك هنا غتولي عندي كوس كاري مع هذه، غتولي عندي كوس كاري بلس كوس كاري هي 2 كوس كاري موان زا. وممكن ديروا نفس الطريقه ولكن اوليو باش تعوضوا السين كاري، كوس كاري هي اللي تعوضوها 1 موان سين كاري، دونك هتعطيكم 1 موان 2 سين كاري ديال اكس. يعني اون فيت كاينين ثلاثه ديال لي فورمول، يا اما تقدروا تعبروا ليها هكا ولا هكا ولا هكا. وي
دونك على حسب الانتغرال شنو عندكم فيه. وهنا غادي نستغل الفرصة وغنهضر على واحد القضية كنسميوها لا لينياريزاسيون، او كنا حنا كنسميوها ماعرفتش واش الاخطاء او الخطا ما شحال بحال هكا. كيكون عندنا مثلا الانتغرال جو سي با اونتر باغ اكزومبل 0 بي سور 2 مثلا ديال كوسينوس كاري ديال اكس دي اكس. الوغ هنا لا فونكسيون كوس كاري ما تنعرفوش بريميتيف ديالها، دونك ما نقدروش نكتبوها على شكل صوم او لا شي تخربيقه هكا. دونك هنا شنو تنديرو، غنخدمو بهاد لا فورمولا هادي اللي كتبت لكم هنا. داكوغ، كنعرفو حنايا بان كوسينوس ديال 2 اكس كيساوي 2 كوس كاري اكس موان زا. دونك غادي نخدم على هاد ليكواسيون هادي باش نجبد كوس كاري. داكوغ، الوغ الا بغيتو تجبدو كوس كاري من هنا غتلقاوها هي كوسينوس ديال 2 اكس بلس 1 سور 2. وي راه جبتها غير من هنايا، هادي راه هي كوسينوس ديال 2 اكس داكوغ، ومنها جبت كوسينوس كاري. دونك غتعطيني كوسينوس ديال 2 اكس بلس 1 لو تو ديفيزي بار 2. فوالا، دونك هادي كتولي هي لانتيغرال اونتر 0 و بي سور 2 ديال كوسينوس 2 اكس سور 2 دي اكس بلس لانتيغرال اونتر 0 بي سور 2 ديال ان دومي دي اكس. بالنسبة للانتيغرال الاول فوالا، دونك بالنسبة لو بروميي انتيغرال دونك غنخرج هذيك ان دومي سي كونستانت ما عندي ما ندير بيها. دونك 0 بي سور 2، دونك هذه كوسينوس 2 اكس نورمالمون شنو هي البريميتيف ديالها؟ كوسينوس 2 اكس سي كوا البريميتيف ديال كوسينوس 2 اكس؟ عقلتوا على الكومبوزي يا ان دومي سينوس 2 اكس سور سينوس ديال اكس. ان دومي سينوس 2 اكس فوالا. ما عرفتش لي زوتر، لي زوتر فهمتوا علاش هادي، علاش البريميتيف ديال كوسينوس 2 اكس هي ان دومي. فوالا، هي ان دومي سينوس ديال 2 اكس. دونك فوالا، دونك هنا تو سامبلومون فو زالي رومبلاسي بلا بريميتيف. دونك قلتوا لي ان دومي سينوس 2 اكس اونتر 0 بي سور 2، وهنا عندي هاد ان دومي البريميتيف ديالها هي ان دومي اكس. فوايي، دونك هادي درنا لا لينياريزاسيون. شوف معنا لا لينياريزاسيون هي فاش كتكون عندكم شي فونكسيون فيها بويسونس وكتشدوها وكتحيدوا ديك لا بويسونس. لان لاحظتوا هنايا راه كانت عندي البويسونس 2، كانت عندي كوس كاري، ورجعتها في الاخر كتبتها على شكل اون فونكسيون ديال كوسينوس 2 اكس. داكوغ، هادي كتسمى لا لينياريزاسيون، صادير كنحيدوا لا بويسونس، حيت لا بويسونس جينيرالمون في لي فونكسيون تريغونوميتريك ما كنعرفوش نتعاملوا معاها. فوالا، دونك لا ميم شوز هنا. دونك غتولي عندي لانتيغرال اونتر 0 بي سور 2، وهذه قلنا راه هي كوسينوس ديال دي اكس دي اكس، وهذه هي اللي هضرت لي عليها دابا. البريميتيف ديالها هي ان دومي سينوس ديال دي اكس اونتر 0 اي بي سور 2. دونك الى رومبلاسيتو، دونك في بي سور 2 غتعطيكم سينوس ديال بي اللي هو 0، دونك سا دون زيرو دون تو لي كا. سي فو كالكولي فو زالي تروفي زيرو. فوالا، دونك سا سي اي موان جي. دابا طلبوا مني عاود اي بلس جي، اي بلس جي بلس كا بلوتو. داكوغ، اي بلس جي بلس كا، هادي جو بونس كو ساهلة، تقدرو تروماركيوها فاسيلمون، تقدرو ما تروماركيوهاش حيت بعض المرات كتكون شي حاجة ساهلة و سبحان الله العظيم هي اللي مالي. درتي تو ماركام شنو غنديرو لها محمد؟ ياك محمد احمد احمد. اوكي احمد، شين ايدونتيتي ماركام احمد ا بلس بي بروتوكول. دونك لانتيغرال اونتر 0 بي سور 2، الاولى عندنا فيها كوسينوس على بيسونس 4، الثانيه عندنا فيها دونك بوغ لي زوتر باش تشوفوها. دونك سينوس على بيسونس 4 دي اكس، و ك هو الانتغرال اونتر 0 بي سور 2 دو كوس كاري فوا سين كاري. دونك لاحظوا معايا بان هنا هاد كوس على بيسونس 4 راه هي كوس كاري لو تو او كاري.
دونك اتوندي غادي نجمع كلشي بعدا في انتغرال واحد اون يوتيليزو لا لينياريتي. دونك هاد كوس لا بيسونس 4 غنحسبها هي كوسينوس كاري ديال اكس لو تو او كاري. غنجيب هادي هي الثانية غير باش بان ليكم ليدونتيتي وخلاص، حيت هي الترتيب في لاسون زعما ماشي مشكل، سي كوميتاتيف تقدروا تبدلوا لهم البلايص ديالهم. وهاد سينوس على بيسونس 4 غنكتبوها هي سينوس كاري ديال اكس لو تو او كاري، فوالا هادشي كامل دي اكس. دونك لاحظوا معايا هنا عندي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري، دونك 0 بي سور 2 هي ا بلس بي لو تو او كاري، دونك سي كوس كاري دو اكس بلس سين كاري ديال اكس لو تو او كاري. كوس كاري بلس سين كاري هي واحد، دونك غيولي عندي هو الانتيغرال اونتر 0 بي سور 2 ديال واحد، بريميتيف ديال واحد هي اكس، وغتكالكولي وغتبقاو هي بي سور 2 موان 0 اللي هي بي سور 2. فايي عاد فينالمون كيسيون تانية مازال ما سالينا، كالكولي 2 سين كاري اكس كوس كاري اكس اون فونكسيون ديال سينوس كاري ديال 2 اكس وكوسينوس ديال 4 اكس. سينوس كاري ديال 2 اكس والكوسينوس ديال 4 اكس. Donc, ça c'est la question 2. A. Alors, on va calculer 2 sinus carré x cos carré x en fonction des sinus carré, je pense, des 2x et cosinus 4x. Voilà. مدام سي بوبلي ما فهمتش السؤال، واش غادي خصنا في الاخر تخرجنا اون فونكسيون دو 4 اكس ولا لي دو ولا كل وحده بوحدها؟ ما تفهمنا فين آه لا لا، دابا هذا الترم واحد، هذا ياك حاجه وحده بحال واحد لو ترم ا بغيتي اون فونكسيون ديال بي اي سي، يعني خاصك تلقى ا كتساوي واحد ليكسبريسيون اللي تكون داخله فيها بي و سي بجوج بيهم. داكور، لا هادشي اللي نورمالمون فهمت في الاول، ولكن فاش كنجي كنحاول نخرجهم بجوج ما كنقدرش، سينو كتخرج ليا يا اما اون فونكسيون ديال سينوس كارو ديال 2 اكس، عاد كندوز دي زيتاب اخرين، عاد كنخرج كوس ديال 4 اكس. D'accord. Donc attends, je vais المهم تاتشو باش نشوف، تخرجك نفس الريزلت ولا لا. نرجع بعد الاكزرسيس من المطبوع، لان وي ما فيهاش اون فوت نورمالمون، سينوس كاري ديال 2 اكس اي كوسينوس ديال 4 اكس، ما كاينش فوت في لينونسي. دكور نشوفو. دونك 2 سينوس كاري ديال اكس كوسينوس كاري ديال اكس ايغال. الوغ فهمت ليك شنو قلتي، سي كو حيت هادي نورمالمون جيتي درتيها هي 2 ودرتي هنايا سينوس اكس كوسينوس اكس لو تو او كاري. داكوغ، ابخي سا سيت ايغال 2. الوغ هنا غادي نفكر معاود واحد لا فورمول، قبيلة هضرنا على كوسينوس 2x قلنا هي كوس كاري موان سين كاري، وبالنسبة لسينوس ديال 2x سيت ايغال ا 2 كوسينوس اكس بس الاكس سينوس ديال الاكس. سينوس اكس. اوكي on pourrait faire quelque chose. دونك هنا غير هاد سينوس، دونك هنايا عندي سينوس اكس فوا كوسينوس اكس، غادي نجبدها من هنا. دونك سينوس اكس كوسينوس اكس ان فيت هي سينوس ديال 2 اكس ديفيزي بار 2، دونك غنديرها هنا غتولي عندي سينوس ديال 2 اكس ديفيزي بار 2 لو تو او كاري. دونك سا سي ايغال، دونك غتبقى عندي هنايا 2، هنايا هاد 2 في المقام هي 4 دونك سي ان دومي، وهنا سينوس كاري ديال 2 اكس. دونك الى بغينا الكوسينوس ديال 4 اكس ان فيت دونك جو بونس لي مقصود ان
كل مرة يعني في الأول خصنا نلقاو هادي اون فونكسيون ديال هادي، عاد من بعد نلقاوها اون فونكسيون ديال هادي. دونك بحال مثلا هنا اكزاكتومون هادشي اللي خفت فيه تاني. هادشي اللي بان ليا، من بعد غنشوفو سي كوا لوبجيكتيف. دونك من بعد الا بغيناها اون فونكسيون ديال كوسينوس 4 اكس، دونك تو سامبلومون جو في يوتيليزي سا. الوغ كيما قلنا قبيله بان الكوسينوس ديال 2 اكس ايت ايغال 2 كوس كاري ديال اكس موان 1. دونك دابا الا بغيت كوسينوس ديال 4 اكس سا دون كوا سا سي 2 كوس كاري ديال 2 اكس داكور موان 1 فوالا. الا بغيت نكتبها اون فونكسيون ديال سينوس، دونك هنا جو بونس غادي نخدم بلا فورمولا الاخرى ديال سينوس. دونك اللي قلنا هي 1 موان 2 سينوس كاري ديال اكس. دونك دابا الا بغينا كوسينوس ديال 4 اكس غتعطينا 1 موان 2 سينوس كاري ديال 2 اكس فوالا. دونك الا بغيت سينوس كاري ديال 2 اكس غنجبدها من هاد لا فورمول. دونك هنا عندي ان دومي سينوس كاري ديال 2 اكس غادي تلقاوها نورمالمون هي 1 ناقص كوسينوس ديال 4 اكس على 2. جبتها غير من هاد لا فورمول هادي، هاد لا فورمول وي هي اللي جبت منها سينوس كاري ديال 2 اكس هي 1 موان كوس ديال 4 اكس ديفيزي بار. دونك جوست غادي ندير هاد المقام دونك 4 وهنا سي 1 موان كوسينوس ديال 4 اكس. دونك هنا لقيناها اون فونكسيون ديال هادوك جوج ولكن كل وحده بوحديتها ماشي في اكسبرسيون وحده. دونك هاي هي لا بريمير وهاي هي لا دوزيام. دونك اون فوا فوار ابري فاش غادي نقدروا نستعملوا هادشي. دونك لا كيسيون كي سوي كالكولي ك بوي اون ديدوير لي فالور ديال اي و ديال جي. بيان سور لقينا لا فالور ديال ك اي و جي راه غنستعملوا غير دوك لا كيسيون الاولى. Alors, pour calculer la valeur d'IRK, bien sûr, on va la question A, c'est sûr. Mais je pense là, que, bien sûr, on va dire que la formule Lula, mais normalement, on va K, K ou l'intégrale de la fonction Hedi. D'accord? Donc, il a de la fonction Hedi, il a de l'expression de sinus carré de 2x, qui m'a dit que, généralement, parce qu'on a dit cos carré, sin carré, صعيب زعما باش نانتيغريو هاد لا فونكسيون. سكي فيه غادي نخدم بلا فورمول الثانيه اللي لقيت اللي هي لينياريزي. كما قلت لكم شنو هي لينياريزي؟ استادير ما كيكونوش فيها لي بويسونس، هادو هما اللي كنعرفو نانتيغريوهم. دونك هادشي اللي غادي ندير دابا سا سي لا كيسيون بي. دونك كا اللي هي لانتيغرال اونتر 0 و بي سور 2 ديال 2 سينوس كاري اكس كوس كاري ديال اكس دي اكس est égal l'intégrale entre 0 ou pi sur 2 ou bien sûr on a l'expression tenia il y a 1 moins cosinus de 4x sur 4 dx. On va faire juste l'intégrale. Donc on a l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur 4 dx moins donc on a 1 sur 4 constante 0 pi sur 4 كوسينوس ديال 4x dx. هادي الانتيغرال ديالها بحال ديال كوسينوس 2x اللي قلتو ليا قبيله. دونك بالنسبه للاولى بعدا هادي 1 سور 4x اونتر 0 و بي سور 4. الثانيه البريميتيف ديالها هي 1 سور 4 سينوس ديال 4x بحال اللي قلتو ليا قبيله. صح متبعين معايا شباب؟ لا وي مدام. قلتهم الى ما غلطتش في الاسماء ديالك، راه كنت كنحاول نعرف غير من الصوت. الوغ هنا سي 1 سور 4 فوا بي سور 4 اللي هي بي سور 16. بالنسبه للزيرو غتعطينا زيرو. هنا 1 سور 4. الوغ هنا سي جو رومبلاس اكس ببي سور 4 غتعطيني سينوس ديال بي اللي هو زيرو، ونفس الشيء بالنسبه للزيرو غتعطيني زيرو. دونك هادي مشات donc moins 0 qui est égal à pi sur 6. Ok. Donc là, on a trouvé la valeur d'ILK.
باغ لا سويت بغينا لا فالور ديال اي وديال ديال جي. ما نساوش باننا هنا راه حسبنا اي بلس جي بلس كا، لقينا هي بي سور دو، دونك كنكتبوها، دونك لقينا اي بلس جي بلس كا ايكالا بي سور دو. سوا دابا يبقى عندنا واحد السيستم اخر انا بقى مكتوب. لنا سيستم افكتيفمون وي احمد. دونك هنا لقينا بي سور دو، وعاود في الاول راح حسبنا اي موان جي لقيناه هي زيرو، دونك ها هو لو سيستم اي موان جي ايكالا زيرو. هنا جوست جو في رومبلاسي كاب لا فالور ديالو، دونك غتولي عندي اي بلس جي ايكالا بي سور دو موان كا، كا اللي هي بي سور سيز، و اي موان موان جي ايكالا زيرو امبليك. دونك بي سور دو موان بي سور سيز سافا فو دوني دونك هنا سبعة، جو بونس سبعة على سبعة على ستاش، دونك اي بلس جي تساوي سبعة اي على ستاش، و اي هي نفسها جي، سيتادير كو اي ايغال جي ايغال سبت بي سور ترونت. فوالا. دونك هنا انا التساؤل اللي عندي هنا في هاد التمرين هو سي كوا لوبجيكتيف ديال هاد سينوس كاري ديال 2 اكس. نورمالمون ما خدمناش بيها، دونك ما عرفتش سي كوا لوبجيكتيف، مي بون مدام جو بونسي باش زعما تبعد ليك ديك كوز ديال 4 اكس وصافي باش تقدر تدوز من زعما هي دي زيتاب اللي بين الكتريك وصافي. الطريق زعما غتخرجها وي اون فونكسيون ديال سينوس كاري عاد من اه سينوس وي كوسينوس ديال 4 اكس، داكشي اللي اه بان. بون مو نقدروا ناخدوها كاع من الاول كوس كاري ديال اكس و سينوس كاري ديال اكس، نقدروا ناخدوهم ان بليس كوس ديال 2 اكس سور 2 و تا الاخرى ناخدوها تا هي، و غادي نطورو عندنا بزاف الطريق و نديرها بزاف الوقت. من الاول سينوس كاري فوا كوس كاري، اتون جو في ريفينير. اها كوس كاري فوا سين كاري، كيفاش غنديرو لها؟ حيت سينوس كاري نقدر ناخدها ان بلوس كوس ديال دوز اكس ان موان كوس ديال دوز اكس سور دو، اي كوس كاري ديال اكس ان بلوس كوس دوز اكس سور دو، و غادي نولو تنضربو داكشي بطوال شوية لاكسبريسيون. فهمت فهمت. دونك هاد الطريقة ديال ندوزو اترافيغ سينوس كاري سي بلو كورت. اكزاكتو. ايوا داكوغ. فوالا دونك سا سيتي لو دوزيام اكزارسيس. اسكيل يا دي كيستيون بعد على هاد ليكزارسيس هذا؟ شي باساج مفهومش؟ شي حاجة في الكالكول تريغونوميتريك؟ هنا ونا جوست ترافاي افيك لا لينياريتي، ولا لاحظتوا ليكزارسيس كامل الي بازي سور لي كالكول ديال تريغونوميتري، صافي خصكم تعادوا تراجعوا هذوك لي فورمول. الوغ هنا عندنا نحاول نشوفوا شي حاجة كي بلو ديفيسيل. فوالا هنا عندنا دي زيكزارسيس ديال في لونكادرمون، عندنا دي زيكزارسيس اوسي لانتيغراسيون بار بارتي. غنشوفو واحد ليكزارسيس شوية افونسي، من بعد غادي نخدمو لي زيكزارسيس ديال اللي فيهم لوردر، لوردر ديال الانتيغرال. دونك غادي نهضر واحد شويه على لوردر وغنخدمو ليكزارسيس ديالو. لوردر ما فيه حتى شي حاجه، زعما تيوريم او لا بروبوزيسيون سهله فيها سطر واحد، ولكن زعما تري افيكاس في ليكزارسيس، تلقاو بها دي ليميت ديال دي سويت اكسيتيرا. الوغ هنا عطينا كالكول ديال دي زانتيغرال، دونك الا لاحظتو هاد لي زانتيغرال تقريبا، ماشي تقريبا ولكن كلهم فيهم دي فالور ابسولو. دونك لا تكنيك نورمالمون اللي تكون عندنا فاش يكون عندي انتغرال وسط منه لا فالور ابسولو، شنو هو البروبليم؟ هو ديك لا فالور ابسولو الا بغيت نتخلص منها خصني نعرف الاشاره ديال داكشي اللي الوسط، داكوغ؟ حيت ما يمكنش ليا انتغري وانا عندي لا فالور ابسولو. دونك باش بور سو ديباراسي من هذيك لا فالور ابسولو خصني نعرف الاشاره ديال داكشي اللي وسط منها، واش الي بوزيتيف الي نيجاتيف، اين دومين غيكون بوزيتيف اين دومين غيكون نيجاتيف. دونك وكما ضمن نفس الغالب
ناخذ لا غلاسيون دو شارل ونقسمو فوالا لي ايفيكتيفمون زانتيغ. احمد، كيف ما قال احمد سي لا غولاسيون دو شارل، ستادير غادي نيتودي الاشاره ديال داكشي اللي وصل من لا فالور ابسولي، بحال مثلا الانتيغرال الاول، هادشي اللي وصل من لا فالور ابسولي غنمشي ندرس ليه الاشاره ديالو طابلو دو سين، وغنشوف الانترفال اللي غتكون فيه بوزيتيف والانتيغرال اللي غتكون فيه نيجاتيف. من بعد غنشد الانتيغرال ديالي وغنقسمو على هادوك جوج ديال لي زانترفال داكوغ، اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل، يعني غيتقسم لي على شكل جوج ديال لي زانتيغرال. الانتيغرال الاول غتكون فيه لا فونكسيون بوزيتيف، يعني غنجي غنحيد لا فالور ابسولي ديراكتومون، والانتيغرال الثاني غيكون داكشي اللي الوسط نيجاتيف، يعني ملي غنحيد لا فالور ابسولي غيدخل واحد لو موا تو سامبلومون. دونك بحال دابا لو بريمي انتيغرال موان زائد روا لا فالور ابسولي ديال 3 اكس كاري موان 6 اكس دي اكس. دونك جو في ايتوديي لو سين ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هي 3 اكس كاري موان 6 اكس، ولكن لو سين كندرسو على هاد الانترفال اللي عندي هنا اللي هو موان 3 داكوغ، لو سيغمون موان 3. دونك هنا غادي نعملها، غنعمل ب 3 اكس، تقدروا تخدموا عادي بالدلتا، دلتا وكديروا ديك عكس اشارة ا اشارة ا اتسيتيرا. دونك هنا غتبقى عندي اكس موان، دونك هنا انا نقدر زعما ديريكتومون ندير طابلو بلا ما نخدم بالدلتا، دونك كتانيلا في جوج وكتانيلا في زيرو، وي دونك عندي هنايا زيرو، هنا عندي موان زان تروا، دونك هنا سي زيرو هنا سي دو، وانا الانترفال نورمالمون اللي خدام عليه هو موان زان و تروا، دونك لي راسين جوج فين نوصل من الانترفال. دونك غنحط هنايا تروا اكس وهنا x موان 2 وعاد هنايا لا فونكسيون ديالي، دونك هادي كتأنيو لهنا، هنا نيجاتيف وهنا كاملة بوزيتيف، هنا هادي كتأنيو لها في جوج، هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف، دونك الفونكسيون ديالي كتأنيو لها في زيرو وكتأنيو لها في جوج، هنا الموان مع الموان عطيني بلوس، هنا اوسي اتوندي هنا علاش درت هنايا موان هنا سي بلوس، وي 3 اكس قبل ما زيرو كتكون نيجاتيف مورا زيرو كتكون بوزيتيف. اوكي دونك هنايا البلوس مع الموان غيعطيني موان، وهنايا البلوس مع البلوس غيعطيني بلوس، يعني نورمالمون الانتيغرال ديالي غنقسمو على 3 ديال لي زانتيغرال داكوغ، دونك ما بين موان زان و زيرو، من بعد زيرو دو، من بعد دو تروا، دونك الانتيغرال ا est égal l'intégrale entre moins 1 ou 0. Donc, on va la fonction qui est là. Les intégrales l'autre, on peut pas faire le tour de la marche. Mais après, l'intégrale entre 0 et 2, là, bien sûr, on va la relation de Charlie, qui est la حق فاش. Add l'intégrale entre 2 et 3, 3x carré, موان 6 اكس دي اكس. دابا في الانتغرال الاول وفي الانتغرال الثاني عندي لا فونكسيون او لا البولينوم اللي عندي وصل من لا فالور ابسولي اللي بوزيتيف، دونك غنجي وغنحيد لا فالور ابسولي ديريكتومون، دونك غتولي عندي موان زان 0 3 اكس كاري موان 6 اكس دي اكس. الانتغرال الاخر حتى هو قلنا نفس الشيء، لا فونكسيون بوزيتيف، ولكن في الانتغرال الثاني داكشي الوسط عندي نيجاتيف، دونك غادي يدخل واحد لو موان وغتولي عندي 0 2 وهنا واحد لو موان، وي دونك دابا غادي عندكم تمشيو تختازلوا هاد الانتغرال مع هذا، راه ماشي نفس لي بار، انا عندي موان زان 0 في الثاني عندي 0 2، حيت راه نفس لا فونكسيون وحده فيها بلوس وحده فيها موان، ولكن راه ماشي نفس لي بار. Alors, maintenant, je vais chercher la primitive. Là, on dit fonction réelle x à la puissance n. Donc, on dit les temps. Primitive dit x carré, il y a x à la puissance 3 sur 3. Il y a 15 degrés. On a 6 temps. Ou x, on va trouver la primitive dit, il y a x carré, il y a juste. Moins 1, 0. Là, juste, on va dire que j'ai le moins. On a ce chèque. 3x à la puissance 3 sur 3 moins 6x carré et les jours. Normalement, il y a la même primitive
ولكن لي بون تيختلفوا، صادير انا ما غاديش يخرجوا ليا لي ميم فالور ما بين لي زانتيغرال، كل واحد غيعطيني فالور شكل. اي vous allez juste remplacer، دونك هنا عندي في الوزن روشيت، دونك ليماج في شوفوا ردوا البال عندكم تنساو الموا، حيت راه نورمالمون كنديرو اف دو بي موا اف دو ا داكوغ، هاد الموا هذا صادير هنا راه غتكون عندي الا خفتو تغلطو غندير الموان ديالي عاد نحسب ليماج في موانزا، دونك هنا غتولي عندي الا حسبتو هنايا في موانزا غتعطيكم موانزا، وهنا غتعطيكم موان 3. هنايا ليماج في جوج الوغ هنا 8، دونك هنا عندي 8 وهنا عندي 12، هادي ليماج في جوج. عاد دابا ليماج في زيرو هي زيرو دونك مشات بلوس، دونك هنا ليماج في ثلاثة دونك 27، دونك هنايا يعني عندي تسعود، دونك شنو عندي تسعود في ستة فوالا، هي 54 قسمنا على جوج هي 27، مشات زيرو جو بونس. ومن بعد ليماج في جوج دونك ليماج في جوج، دونك غادي ندير الموان ديال اف دو بي موان اف دو ا، عاد غادي نحسب ليماج في جوج، دونك ليماج في جوج غتعطيني هنايا 8 ناقص هنايا 12 فوالا. فوالا دونك هنا عندي 4، Je pense que ça fait moins 12 hachis كامل. Je pense. غنبقى ندير معاك حياتي كاملة Moins 12, madame, moins 12. moins 12. Je pense que c'est 12 au total, mais c'est moins 12. ما عندي Dis-moi que tu connais d'un moins 4 fil d'achat ou que tu rejoins ma maman. Donc tu pourras dire moi. واخا نحسبوها Plus 4, plus 4, plus 4. دي 4، هنا موان 4 avec moi ça donne plus 4، هنا مشات هادي دونك ça c'est moins 4 avec moi ça c'est 4 voilà Donc ça c'est 12. voilà. هاد المرة غلب أحمد هو اللي غلب كلشوم ياك لا نوها. نوها. اوكي وي. نوها دونك فوالا، دونك هذه هي لا تكنيك. شفتوا الأهمية ديال لا غلاسيون دو شارل. دابا مثلا في الانتيغرال الثاني لا ميم شوز، فوايي كو عندنا لا فالور ابسولو برا الفونكسيون لوغاريزم، دونك خصنا ندرسو الإشارة ديال الفونكسيون لوغاريزم. دونك هنا الانترفال اللي خدامي عليه هو ان سور او او. اوكي دونك هنا دوزيام انتيغرال Je pense que c'est J là. L'intégrale entre 1 sur E et E, il y a la valeur absolue de ln x dx. Donc, on a dit que l'échelle de ln, ln est là. Donc, ln défini à 0, plus infini n'est pas défini en 0. Donc, on a dit le 1. Donc, il s'annule en 1. Donc, le 1 il est négatif. من ورا واحد اللي بوزيتيف، سا سي ال ان اكس. دونك هنا هاد او و ان سور او فين كاينين؟ او نورمالمون كاينه هنا تساوي 2.72، و ان سور او نورمالمون راها صغر من واحد، دونك غتجي هنايا. سكي في لاحظتوا الانترفال اللي خدام عليه فيه اون بارتي اللي غتكون فيها ال ان نيجاتيف، وفيه اون بارتي اللي غتكون فيها ال ان بوزيتيف، دونك جو دوا ديفيزي لانتيغرال اون دو بيان سور لا غولاسيون دو شال. وهنا شنو اللي العدد اللي غندخل في لا غولاسيون دو شال هو داك لو ا، هو اللي تيفرق ليا داكا. دونك ان سور او و او، دونك هنا قلنا غتولي عندنا ال ان نيجاتيف وغتولي عندنا موان ال ان اكس. وفي الانترفال الثاني درت هنايا سا سي ا، دونك قلنا كنفرقو بواحد، وهنا الانتغرال اونك ا اي او غيكون ال ان بوزيتيف،
يعني غنحيد لا فالور ابسولي ديال هاد الدومين، ما غندير حتى شي نوع. الو دابا المشكله هو خاصنا نلقاو البريميتيف ديال لا فونكسيون ال ان. الا ما كناش غادي نلقاو بريميتيف اون با ايسيي دو ترافايي افيك لا. L'intégration par partie. مي هنا لا فونكسيون ال ان نورمالمون عندها اون بريميتيف، هي ما كتعتبرش من لي بريميتيف ايزويال، ولكن زعما تنعقلوا عليها وتنخدموا بها دائما. غنعطيها لكم وعقلوا عليها، نعتبرها بحال حتى هي من لي بريميتيف ايزويال، وبقاو تخدموا بها ديريكتومون بلا ما ديروا لانتيغراسيون بار بارتي. دونك هذا البريميتيف ديال ال ان اكس، هي اتوندي اكس ال ان اكس بونس موان اكس. الوغ بور ساسوري je vais dériver هاد la fonction هادي x ln x moins x. alors je vais la dériver. هنا ما لاحظتوا ديما تندير هاد السهم، سواء كما قلت لكم هاد الكتابة راه الى فوت نورمالمون الى فوس بلوتو، دونك حيت بحال كندير ديريفي ديال الايماج، مي كاين بعض الكتوبة عادي تيديروها زعما عادي. المهم انا غنديرها دابا جوست باش ما نضيعش. Alors, c'est quoi la dérivée de la fonction? On a un produit. Donc, on a la dérivée de x, il y a 1, on a ln x, plus, mais on a x, la dérivée de ln, il y a 1 sur x. Donc, x, on a 1 sur x, il y a 1. On a la dérivée de moins x, il y a moins 1. Donc, on a ln x. Vous voyez? Sinon, on a fait l'intégration par partie. مزيان. كم سيغو بليز ما في الناسيونال نقدروا نستعملوها بحال هكا ديريكت زعما سو وي تقدروا انستراسيون. تستعملوها ديريكتومون، حتى في الناسيونال كنستعملوها ديريكتومون، يا با دو سوسي نخدموا بها. تقدر كاع الا بغيتي زعما توضح له اكثر غتجي مثلا غتقول له اون غومارك، زعما الا كنتي كتعرف واحد لا بريميتيف ولكن مثلا ما عندكش في الطابلو ديال لي بريميتيف ايزويال او لا ما كت تكتب لي اون غومارك que quel que soit x strictement مثلا positif هنا le domaine ديال ln la dérivée ديال هاد الفونكسيون هادي x ln x، المهم حنا غنديرو ديك الكتابة اللي كنستعملو est égal à ln x. voilà donc هادي بوحديتها يعني c'est une remarque tu as remarqué ça، donc هذا كيعني بان البريميتيف ديال ln راه هي اون بريميتيف ديال ln هي هاد الفونكسيون هادي. الوغ كنت بغيت نهضر على واحد الحاجه بوغ لانتيغراسيون بار بارتي قبل ما نكملو. دابا التيوريم اللي عطيتكم ديال لانتيغراسيون ديال بار بارتي نورمالمون كنستعملوه باش نحسبو اون فالور ديال واحد الانتيغرال، انتيغرال اونتر اي بي ديال واحد او بريم دو اكس و في دو اكس دي اكس، وهادشي اللي عندكم حتى في المانيوال، ولكن هي راه عندها واحد الصيغه اخرى كنستعملوها حتى باش نلقاو لي بريميتيف. داكوغ انا نشرح لكم كاينه هاد الكتابه هادي سي فين كتعطينا اون فالور نوميريك، كتعطينا عدد. داكوغ سا اون دون ان نومبر صغير ان ريال كي ابارتي ان ار. داكوغ لان نورمالمون كتساوي غراند اف دو بي موان غراند اف دو ا، دونك كنحسبوها كتعطينا عدد. كاينه هاد واحد النوتاسيون اخرى كنديرو بحال هكا سيمبول ديال الانتيغرال وكنديرو اف دو تي دي تي، ولكن اون ميم با لي زيكستريميتي. داكوغ هادي حتى هي سيت اون نوتاسيون، اشنو كنقصدو بيها؟ هادي نوتاسيون ديال بريميتيف دو بوتي تي. داكوغ بحال مثلا جو فو دوني ان اكزومبل كيفاش كنستعملو هاد النوتاسيون هادي. مثلا كنجي كنكتب لانتيغرال ديال اكس او كاري دي اكس، كنجي كنكتب هي اكس على بيسونس 3 سور 3 بلس سي افيك سي ابارتي ان ار. يعني هادي نورمالمون هاد لو سامبول هذا كيعطينا كاع لي بريميتيف ديال اكس او كاري. اوكي الا جيت مثلا كتبت لانتيغرال ديال اكسبونونسيال اكس دي اكس، يعني البريميتيف ديال الاكسبونونسيال هي نفسها، دونك هي اكسبونونسيال اكس بلس سي افيك سي ابارتي ان ار. داكوغ
Donc, l'intégration par partie, qu'est-ce que l'on a fait les deux? Ça veut dire, madame, l'ensemble des primitives. Tu vas dire que il y a l'idée les primitives. Ah, je... Le symbole hada, non, pardon, hada le symbole hada, bhala qui atteint gaa les primitives possibles. Tu vas dire ensemble, et normalement ensemble c'est ndir bhala hada. D'accord? C'est bhala hada. Ça c'est l'ensemble Ah. des primitives. Mais ماشي مشكل انا فاش كنكتب هذا الكتاب شنو تنفهم منها؟ تنفهم منها بان لي بريميتيف ديال اكس او كاري هما اللي كيتكتبوا على شكل اكس لا بيسونس 3 سور 3 بلس واحد لا كونستانت سي. داكوغ؟ هادشي اللي كتفهم من هذه الكتابه كتقرا بحال هكا لي بريميتيف دو ليكسبونونسيال دو اكس سون لي فونكسيون كي سيكريف سو لا فورم دو اكسبونونسيال اكس بلس واحد لا كونستانت سي. داكوغ؟ بور لانتيغراسيون بار بارتي كتخدم ليهم بجوج سوا باش نحسب لا فالور ديال واحد الانتيغرال اللي هي النوطاسيون الاولى او لا باش نلقى اون بريميتيف او لا لي بريميتيف. دونك الاولى اللي عطيتها لكم هي هذه اي بريم دو تي في دو تي دي تي دونك كتعطينا او ديال بي في ديال بي موان او ديال ا في ديال ا. هذا بيان سور عدد وعدد موان هاد الانتيغرال هذا اللي هو عدد بيان سور او دو تي في بريم دو تي دي تي. داكوغ؟ دابا الثانية ديال البريميتيف هي بحال هكا البريميتيف ديال او بريم دو تي في دو تي دي تي هي شناهي؟ هنا ما تنديرش بي وما تنديرش ا كنجي كنكتب بحال هكا U ديال تي في ديال تي موان البريميتيف ديال U دو تي في بريم ديال تي. يعني البريميتيف ديال U بريم دو تي فوا في دو تي هي هاد لا فونكسيون هادي اللي هي U فوا في موان البريميتيف ديال هاد الفونكسيون. نعطيكم ان اكزومبل هاد الاكزومبل نيت اللي هضرنا عليه دابا اللي هو اللي هو لا فونكسيون ln. دونك بغيت البريميتيف ديال الفونكسيون ln دو تي. دونك غنكتبها بحال هكا غنكتبها هي واحد مضروبة في الالان. داكوغ؟ يعني نورمالمون هنا بويسك الالان ما تنعرفش البريميتيف ديالها بمعنى الالان هي اللي غندير ليها الديريفي ولا فونكسيون ا هي اللي غنقلب لها على البريميتيف. بمعنى هذه هي او بريم دو تي وهذه هي في دو تي. داكوغ؟ الفونكسيون اللي غنقلب ليها على البريميتيف هي اللي كنكتبها على شكل او بريم والفونكسيون اللي غنديري بيها هي اللي كنكتبها على شكل في. دونك سا سي ايغال نورمالمون قلنا هي او فوا في دونك اللي هي واحد مضروبة ماشي واحد بلوتو نكتبوها هنا. دونك عندنا او بريم دو تي ايغال ا معناها ان او دو تي ايغال تي. داكوغ؟ البريميتيف ديال واحد في دو تي ايغال ا ان تي معناها ان في بريم دو تي ايغال ان سور تي. دونك هنا كيف ما قلنا غندير او فوا في اللي هي تي فوا ال ان تي موان البريميتيف ديال اش ديال او فوا في بريم. دونك او اللي هي تي و في بريم اللي هي ان سور تي تي. دونك سا سي ايغال تي ال ان تي. هنا راه راح تو باقا ما درتش لا كونستانت. داكوغ؟ هاد القضية ديال لا كونستانت اون فيت إلا كنا كنقلبو على واحد البريميتيف وكنا غنستعملو انتيغراسيون باغ بارتي ما حد باقي عندي هاد لو سامبول هذا ما تنديرش لا كونستانت. اون فوا تيتحيد لو سامبول كندير لا كونستانت. داكوغ؟ هانتوما غتشوفو. دونك موان البريميتيف دونك هنا غتمشي ليا تي مع تي غتبقى ليا واحد ايغال تي ال تي. الوغ سي كوا البريميتيف ديال واحد؟ البريميتيف ديال واحد هي تي. داكوغ؟ دونك موان تي ودابا غنزيد لا كونستانت. فوايي دونك بريميتيف ديال ديال ال ان تي هي تي ال ان تي موان تي هي هادي اللي درت هنايا اكس ال ان اكس موان اكس. فوايي دونك خرجناها بالانتيغراسيون باغ بارتي. اسكو سي كومبري؟
مي سينو كيما قلت لكم راه تقدروا تعقلوا عليها، هذه حيت كلاسيك كنخدموا بها بزاف دونك تقدروا تعقلوا عليها. مي في الناسيونال جو بونس با، زعما ماشي جو بونس با سي سور، ما يقدروش زعما يحطوا لكم في شي كيستيون وانتوما مطالبين انكم تكتبوها بوحديتكم. يا اما غادي يقول لكم فوالا كالكولي هاد البريميتيف ولا هاد الانتيغرال، يعني غيعطي لكم كيستيون بحال هكا، وديك الساعات تقدروا تستعملوا لانتيغراسيون باغ بارتي مثلا، ولا كيف ما قلت الكيستيون ديال الاحمال الكبيره كتكتب لي اون رمارك اون نصر وتانتيغري ديريكتومون. سوا هذا سوا كيعطيوها لكم هما كوم انديكاسيون، غيقول لك فوالا غوماركي كو راه عندك هاد لا ديليتي كتسيي، يعني حيت نتوما نورمالمون هي ما كتعتبرش من لي بريميتيف اوزويال. اوكي دونك غنرجعو للانتيغرال ديالنا. دونك الانتيغرال جي كنا لقيناه هو ان سور او و او او بلوتو واحد موان ان ان تي دي تي بلوس الانتيغرال اونتخ واحد و او ديال ان ان تي دي تي. دونك بالنسبة للأولى غنديرو بريميتيف اللي قلنا، دونك بريميتيف ديال ان ان هي تي ان ان تي موان تي، نخرج هاد الموان بعدا لينا وغتبقى ليا تي ان ان تي موان تي. هنا عندي ان سور او واحد بلوس الانتيغرال اونتخ بلوس الانتيغرال ديال لانيسفير دونك تي ان ان تي موان تي، وهنا واحد و دونك هنا جو في جوست كومبلاسي. هنا ليماج واحد غتعطينا زيرو حيت ان واحد هو زيرو، وهنا غتبقى ليا دونك غتبقى ليا موان صا. وبالنسبة ليماج في ان سور او دونك هنا غتعطيني ان سور او ال ان ديال ان سور او موان ان سور او، وهنا هذا نفس الشيء هنا عندي او ال ان او موان او، وليماج في واحد هنا غتعطينا زيرو، وهنا غتعطيني موان زان، ولكن مع الموان ديال لا فورمول غتولي بلوس كما قلت لكم اف دو بي موان اف دو ا، ما تنساوش هذاك لو موان، يعني غتولي موان موان زان. تو سامبلومون اون سامبليفي دونك هنا ال ان ديال ان سور او نورمالمون هي موان ال ان او اللي هي موان زان داكوغ، هنا موان زان داكوغ، دونك غتولي عندي هنايا بلوس ان سور او بلوس ان سور او، حيت هنا هانتوما هاد الان ديال ان سور او عطاتني موان زان، مع ان سور او ولات موان زان سور او، مع هاد الموان ولات بلوس ان سور او، وعاد هنايا الموان مع هاد الموان هي بلوس ان سور او. فوالا دونك هنا ان ديال او هي واحد، دونك غتبقى ليا او موان هاد او مشى لزيرو، غتبقى ليا جوست لو ا. دونك غتولي هنايا دو موان دو سور او. داكوغ المهم نتوما فاش تراجعوا لا سيونس و فيريفي هاد لي كالكول، حيت نقدر هكا مع الزربة نغلط في شي حاجة. فوالا دونك سا سيتي لو دوزيام انتيغرال. لو تروازيام انتيغرال لا ميم شوز، اون دوا اتيديي هداك لو سين. دونك نقدر هنايا نعطيكم، حيت هنايا البريميتيف ديال ليكسبونونسيال معروفة، هي نفسها البريميتيف ديال ليكسبونونسيال هي ليكسبونونسيال. دونك هنا الانتيغرال عندنا ك هو الانتيغرال اون موان زان اي ان اكسبونونسيال اكس موان زان دي اكس، جو بونس هما هادو لي بون ما عرفتش فيهم. فوالا دونك اون دوا اتيدي لو سين ديال اكسبونونسيال اكس موان زان. دونك ليكسبونونسيال كنعرفو لو سين ديالو هو هذا، دونك نورمالمون هي ديفيني سور ار توت اونتي، دونك موان لانفيني بلوس انفيني، مي انا جو في ترافايي جوست سور موان زان ان اللي عندي في الانتيغرال. هنا اكسبونونسيال اكس، انا نورمالمون بغيت لو سين ديال اكسبونونسيال اكس موان زان داكوغ، مي غنحاولو نشوفو بعدا ليكسبونونسيال. دونك ليكسبونونسيال il ne s'annule pas، دونك il est croissant، la fonction exponentielle il est croissante
ليماج هنايا في موان زان فوالا فونكسيون اكسبونونسيال، ليماج ديالها في موان زان هي اكسبونونسيال ديال موان زان اللي هي ان سور او، وليماج ديالها في واحد هي ليكسبونونسيال ديال واحد اللي هي او، وطالعة بحال هكا كواسونت. داكوغ، دونك لاحظوا معايا بأن ان سور او نورمالمون راه كتساوي صفر فاصلة شي حاجة، يعني راها صغر من واحد، وهنايا او كتساوي جوج فاصلة كدا وسبعين، بمعنى أنها أكبر من واحد، ستادير الواحد كاين هنا. داكوغ، يعني الفونكسيون نورمالمون اللي هي لا فونكسيون اكسبونونسيال راه غتكون هنايا في هاد لابارتي غتكون لا فونكسيون اكسبونونسيال صغر من واحد، وفي هاد لابارتي هادي غادا تكون كبر من واحد. داكوغ، وشنو هو العدد لي نورمالمون ليماج ديالو هي واحد؟ سي اكزاكتومون لو زيرو، دونك هنا سي زيرو. داكوغ، دونك ليماج ديال زيرو هي واحد. داكوغ، دونك قبل من زيرو لا فونكسيون اكسبونونسيال كتكون صغر من واحد، ومن بعد زيرو كتولي لا فونكسيون اكسبونونسيال كبر من واحد. دونك هنا نتوما بيان سور ما محتاجينش ديروا هادشي كامل اللي درت انا في الطابلو، حيت معروفة بأن الفونكسيون اكسبونونسيال، دونك عندي الاكسبونونسيال اكس يساوي واحد سي اكس يكال زيرو، اكسبونونسيال اكس اكبر قطعة من واحد سي اكس اكبر قطعة من زيرو، وصغر من واحد سي اكس صغر قطعة من زيرو. هذه ضروري خصكم تعقلوا عليها حيت كنحتاجوها بزاف. وعاد الالان عندنا الالان ديال اكس ستريكتومون بوزيتيف نضرب هذا إيكال زيرو سي إكس إيكال أن، والألان ديال إكس ستريكتومون بوزيتيف سي إكس ستريكتومون سوبيريور أن، والألان ستريكتومون نيجاتيف سي إكس ستريكتومون انفيريور أن. هاد لي زينيكاليتي مهمين بزاف. دونك فوي فوالا، دونك أبخي غادي تقسمو بشال، دونك غيولي عندكم الانتيغرال ما بين موان زان وزيرو بلوس الانتيغرال ما بين زيرو وواحد، والبريميتيف ديال الاكسبونونسيال موان زان راه هي اكسبونونسيال اكس موان اكس. داكوغ، الوغ دونك حيت انا بغيت ندوز معاكم صراحة لي زانتيغرال الاخرين، هادي بانت ليا زعما ساهلة، غنقسم ليكم غير البريميتيف ديال اكسبونونسيال اكس موان زان، اون بريميتيف هي اكسبونونسيال اكس موان اكس، حيت البريميتيف ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس، والبريميتيف ديال واحد هي اكس. النزول الاخرين اللي فيهم شي شويه ميتر بحال دابا، هادي مثلا، هادي عندي وسط من لا فالور ابسولي، عندي بولينوم دوردر دو. داكوغ، دونك خصني ندرس لو سين ديالو، دونك تو سامبلومون فوزالي كالكولي لو دلتا وغديرو لو طابلو دو سين. هنا عندنا لو بولينوم هو اكس كاري موان سيت اكس بلس دوز، الانتجرال ما بين جوج وخمسة اكس كاري موان سيت اكس بلس دوز دي اكس. الوغ الى حسبتو الدلتا ديال هاديك البولينوم غيعطيكم 49 ناقص 48 اللي هي واحد، دونك عندو دو سوليسيون، دونك سبعة ناقص واحد على جوج اللي هي ثلاثة، والاخرى غادي تلقاوها أربعة. دونك الطابلو دو سين غيجيكم بحال هكا، دونك لو دومين لي خدامين عليه هو جوج خمسة، دونك لي سوليسيون بجوج كاينين في هاد الانترفال، تلاتة كاينة الوسط وربعة تاهي كاينة الوسط. دونك il s'annule ici. Donc هنا x إشارة a إشارة a إشارة a. Donc vous allez diviser l'intégrale en trois parties. L'intégrale entre 2 et 3 plus l'intégrale entre 3 et 4 plus l'intégrale entre 4 et 5. Ou bien sûr les fonctions les كتبقى عندكم لداخل دائما كتبقى عندكم fonction polynomial اللي هي اكس كاري، غير مره غيخرج هو مره ما غاديش يخرج لنا. الفونكسيون هي اكس كاري موان سيت اكس بلس 12، هادي بريميتيف ديالها، دونك اكس كاري البريميتيف ديالها هي اكس على بوسونس 3 سور 3، هنا غتبقى ليا موان سيت، البريميتيف ديال اكس هي اكس كاري سور 2، والبريميتيف ديال 12 هي 12 اكس.
disponible. نشوفوا شي حاجة اللي تكون شوية، نشوفوا هذه ديال السينوس والكوسينوس. أوكي، جو بونس هادي غتكون هي لا ديغنييغ ونساليو لا سيونس ديال اليوم. حاولوا انكم تكملوا تي دي باش زعما الا كانت شي حاجه سهله وما لقيتوش فيها مشكل صافي نقدروا نفوتوها وندوزوا لحاجه اخرى اللي صعيبه شي شويه باش تستافدوا اكثر. الو، عندنا هاد الانتجرال هذا، انا كنت كنختار الاسماء غير عشوائيا. المهم هنا عندنا جوج شوز، عندنا فونكسيون سينوس وعندنا فونكسيون كوسينوس وسط من لا فالور ابسولو، دونك نورمالمون خصنا نعرفوا الاشاره ديالهم. دونك هنا الانترفال اللي قدامي عليه هو 0 دو بي، داكوغ؟ دونك لازم نعرفوا انه في هاد الانترفال هذا اللي هو 0 دو بي، دونك هنا عندنا الكوسينوس بوزيتيف والسينوس بوزيتيف، هنا عندنا الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف، هنا الكوسينوس بوزيتيف والسينوس نيجاتيف، وهنا بجوجهم نيجاتيف. داكوغ، سكيفي غادي نقسمو نورمالمون لانترفال ديالنا لكاتر سوز انتيغرال او لكاتر سوز انترفال. داكوغ، دونك غيولي لانتيغرال entre 0 donc 0 pi sur 2 ou هنا pi ou هنا c 3 pi sur 2 ou عاد 2 pi 2 pi اللي هي نفسها الطبقه مع 0. دونك لانتغرال entre 0 pi sur 2 هنا كيفاش دير الكوسينوس بوزيتيف والسينوس بوزيتيف، دونك جوجهم غتحيد لهم لا فالور ابسولو بلا حتى شي مشكل. دونك غتبقى عندي سينوس اكس بلس كوسينوس اكس كلشي هادشي بيان سور دي اكس، وما بين بي سور دو و بي الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف، يعني السينوس غتحيد لي لا فالور ابسولي عادي غيبقى سينوس اكس، ولكن الكوسينوس غيدخل عليه واحد منهم. داكوغ، من بعد بي 3 بي سور دو هنايا بجوجهم نيجاتيف، دونك بجوجهم غيدخل عليهم موان، غتقول لي موان سينوس اكس موان كوسينوس اكس دي اكس، وعاد الانتجرال الاخر اللي هو الانتجرال اونت 3 بي سور 2 و 2 بي، هنا السينوس نيجاتيف يعني غتولي موان سينوس والكوسينوس بوزيتيف يعني غيبقى بالبلوس. ابخي vous allez chercher les primitives tout simplement. دونك البريميتيف ديال السينوس عقلو كيما قلت لكم ديك المره، هذه ضروري خصكم تعقلوا عليها. ولا الو هنا الكوس، هنا السين، هنا موان كوس، هنا موان سين، دونك الانتغراسيون نورمالمون كتمشي في هذا لو سونس او البريميتيف في هذا لو سونس. داكوغ، يعني البريميتيف ديال السينوس هي هذه هي موان كوسينوس، وغتبقى غادي بحال هكا. دونك البريميتيف ديال السينوس هنا هي موان كوسينوس، والبريميتيف ديال الكوسينوس هي السينوس اونتخ زيرو و بي سو دو. اي تانية، البريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس دائما غير من الدائرة، أنا صراحة ما تنحفظهمش، كنبقى نتخيل غير الدائرة قدام راسي قدام عيني زعما. من بعد البريميتيف ديال موان كوسينوس هي موان سينوس اونتخ بي سور دو و بي. من بعد هنايا الانتيغرال التالت، البريميتيف ديال موان سينوس
البريميتيف ديال موان سينوس هي الكوسينوس، والبريميتيف ديال موان كوسينوس هي موان سينوس. والانتجرال الاخر البريميتيف ديال موان سينوس هي الكوسينوس، والبريميتيف ديال الكوسينوس هي السينوس. اي فو كالكولي، هنا راه الكالكول غادي يكون سامبل حيت لا لاحظتوا لي زيكستريميتي هما هاد الربعه اللي كاينين عندنا هنا داكوغ، زيرو بي سور دو بي تروا بي سور دو دو بي، هادو نورمالمون يا اما مره كتكون الكوس هي لي نول او السينوس كتساوي واحد او العكس، يعني غتلقاو غير دي زيرو اي دي ان، دونك الكالكول سيغا فريمون تري سامبل. فوالا دونك هاد لي زون نقدر نعطيكم دي زانديكاسيون او نناقشوهم اونصومبل وتحاولوا تصيبوهم بوغ لا سيونس بروشين. دونك بحال مثلا هادي اللي هنا، هاد الانتيغرال ال عندنا السينوس اكس مضروبه في لا فالور ابسولي ديال كوسينوس اكس، دونك لو ميم بروبليم، هذيك لا فالور ابسولي ديال الكوسينوس فيها اشكال، يعني ما نقدروش نحسبوا الانتيغرال وهي كاينه. دونك فو زالي ديفيزي الانتيغرال اون دو، وديك الساعه غتحاولوا تقلبوا على البريميتيف ديال الفونكسيون اللي غتخرج لكم، غتبقى لكم مثلا فيهم بجوج غتبقى لكم السينوس فوا الكوسينوس. دونك هنايا لاحظوا بان الوغ قلنا السينوس فوا الكوسينوس غتحاولوا تقلبوا لها على البريميتيف ديالها داكوغ. جو سي با هذا نورمالمون راه هضرنا عليها في الطابلو، راه غتخدموا بهادي كانت في لوتر باج طابلو ديال لي بريميتيف ونا بارلي بهاد لي فونكسيون. فوالا هي هادي، و سالي ترافايي افيك سيلسي U بريم فوا U على بويسونس R داكوغ. هنا نتوما عندكم U بريم فوا U، البريميتيف ديالها هي U او كاري سور دو. فوالا عاود هنا عندكم دو بولينوم، دونك غتحاولوا تدرسوا الإشارة ديالهم بجوج، وبيان سور كل واحدة فيهم غتعطيكم دي انترفال خاصين بيها، انترفال غتكون فيه بوزيتيف انترفال غتكون فيه نيجاتيف. الإشكال هو خاصكم تلقاو يعني غتخدموا على ديك لي انترفال كاملين اللي مثلا الفونكسيون الأولى غتعطيكم دو انترفال، الفونكسيون الثانية غتعطيكم دو انترفال مختلفين، نورمالمون خاص الانتغرال ديالكم تقسموه لهذوك الأربعة ديال لي انترفال كلهم داكوغ، وكل انترفال كتعرفوا فيه لو سين ديال اكس ولو سين ديال اكس كاري موان زا. دونك حتى هادي فيها شويه ديال الصعوبه بارابور الاخرين. دونك هادو حاولوا غير تفكروا فيهم، ولا سيونس بروجي غنكملوا لا كوريكسيون ديالهم. هادي عاود لا ميم شوز، لاحظوا عندكم ثلاثه ديال لي فالور ابسولو، دونك لا ميم شوز خاصكم كل واحده ديروا لها ليتود دو سين ديالها بوحديتها. الاشكال فين كيكون هو نعرف لي زانترفال اللي غادي نقسم عليهم لانتيغرال ديالي، بحال دابا لي زانتيغرال اللي خدمنا دابا لي زانترفال اللي غادي نقسمو عليهم باينين، مي هادو اللي بقاو مثلا هادي وهادي هاد ام و ان، هنا فو دوفي فير اتونسيون لي زانترفال. دونك هذا غنخلي لكم ان ديفي، حاولوا ترسموا مع راسكم شويه. فوالا افون دو كونكلور اسكيل يا دي كيسيون؟ وي ميرسي احمد. و سي مدام وي اطون شوف بدا من يتكلتم. مدام تقدري تسيبتي لنا هذاك الشيء، هادو لي زانتيغرال اللي تسمي في لو جروب، الى انتجرال هادو اللي يلاه قلتي كتهضري على هاد الكوريكسيون اللي درنا دابا ديال التمرين؟ لا لي زانديكاسيون اللي عطيتينا باش نخدموا هذاك الانتيغرال اللي فيه الغلاف ابسولي. اوكي انا نكتب لكم هانتي ندير واحد القضيه مزيانه غنكتبوها في اون باج سيباري داكوغ، وغنصيفطها لكم مع غنصيفط لكم نورمالمون 3 بي دي اف داكوغ.
دونك كما قلنا الانتجرال عندنا سينوس اكس هو لا فالور ابسولو ديال كوسينوس اكس entre 0 et pi. Donc, premièrement, étudier le signe de cos x sur avec l'intervalle 0 pi. D'accord? Donc, bien sûr, on va étudier le signe, on va trouver la valeur absolue. Donc, on va trouver la fonction liée sinus x fois cosinus x. Les intégrales, je vais juste dire les intégrales. Je vais juste confirmer la fonction. Elle normalement, donc vous allez l'écrire sous la forme de u prime de x fois u de x. Ou elle dit, primitive d'elle, il y a u de x au carré. Normalement sur 2. Voilà. Malheureusement. Okay. حيت لا بريميتيفيتي او لا انتغريتي او او كاري سور 2 هاد اللي درتو ليها لا ديريفي غتعطيكم 2 فوا اي بريم فوا او ديفيزي بار 2 داكور هادي راه طبقت عليها الكومبوزي داكور سي الكومبوزي ديال او مع الفونكسيون كاري داكور يعني كتهبط هذيك جوج كتخرج بعديك الديريفي ديال او اللي هي او بريم عاد من بعد كتهبط 2 وكتبقى عندي 2 فوا او معرفش واش فهمتوني ولا لا Normalement, u au carré. Ah Oui, oui, madame, moment. Donc, moi, il y a un peu de temps. Donc, normalement, il y a la dérivée de u carré. U au carré, il y a 2 fois u prime fois u. Donc, grâce à 16, il y a 2 à 2. Grâce à u prime fois u. D'accord? Donc, il y a le truc de l'intégrale. بالنسبة les autres, هذاك دونك موان زان اي دو دونك عندنا الانتغرال اونتر موان زان اي دو لا فالور ابسولي دو اكس بلس لا فالور ابسولي ديال اكس كاري موان زان دي اكس دونك غدرسو الاشارة ديالهم بجوج حاولوا ديروا طابلو واحد داكوغ دونك موان زان او دو وغتشوفوا الإشارة ديال إكس والإشارة ديال إكس كاري موان زان إكس راه تيت أنيولا في زيرو نيجاتيف بوزيتيف إكس كاري موان زان تيت أنيولا هنا وتيت أنيولا في واحد داكوغ هنا راه تيكون نيجاتيف وهنا غادي يكون بوزيتيف دونك لاحظوا معايا لي زانترفال اللي ولاو عندي دونك لي زانترفال اللي ولاو عندي كاين بعدا عندي لانترفال موان زان زيرو داكوغ لاحظوا لانترفال موان زان زيرو كتكون فيه اكس نيجاتيف وكتكون فيه اكس كاري موان زان حتى هي نيجاتيف دونك لي دو فونكسيون سون نيجاتيف دونك ملي غنحيد لا فالور ابسولي بجوج غيدخل عليهم موان في لانترفال زيرو ا لا فونكسيون اكس الي بوزيتيف و لا فونكسيون اكس كاري موان زان باقا نيجاتيف داكوغ في لانترفال واحد جوج la fonction x positive ou la fonction x carré moins 1 est positive. Donc, c'est un peu le truc. Bien sûr, on a compte les intervalles, ça c'est un. Ou deuxièmement, ça faut que tout intervalle, ça faut l'échelle de les deux fonctions. D'accord? La même chose, vous allez l'appliquer pour l'autre intégrale, les OM. Vous allez avoir la même chose. حيت عندكم هنايا 3 فونكسيون نورمالمون ولكن باش زوينين كلهم دي بولينوم دونك عندكم x موان 1 وعندكم x موان 2 وعندكم x كاري موان 9 هاد الفونكسيون x كاري بلس 16 هادي ما فيهاش مشكل دونك لا ميم شوز غادي فوز علي ميتر ان طابلو اللي غيكونوا فيه لي فونكسيون بثلاثه وبيان سور فوز علي ميتر لو دومين اللي هو موان 4 وغدرسوا الاشاره ديالهم بثلاثه وتبقاو كل انترفال فوالا هاد الانترفال هادي بوزيتيف هادي نيجاتيف هادي بوزيتيف اتسيتيرا داكوغ يعني غيخرجوا يقدروا يخرجوا لكم 3 انتغرال ولا شي حاجه بحال هكا مي ابخي ما غادي تقسموا لي زانتغرال ديالكم كل انتغرال شنو غيكون وسط منه اون فونكسيون راسيونيل يعني بولينوم على بولينوم هنا الا قدرتوا تلقاو البريميتيف سا مارش ما قدرتوش خلو حتى لا سيونس بروشين وغنوريكم كيلكو تكنيك كيفاش تتعاملوا مع لي فونكسيون راسيونيل حيت كاينين بعض المرات شي
دي فونكسيون راسيونيل كيكونوا شويه صعابين كنحتاجو نديرو اه واحد تحسب دلتا وتخرج لغاسين وتخرج تعميل. وي ممكن، ولكن هي لا تكنيك هي ديال لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، هي راه غتلقاوها في لو تي دي، جو في بارطاجي افيك فو ليكرون. الوغ هانتوما بحال هنا راه كنت حطيت لكم في واحد التمرين، ها هو التمرين 7. لاحظوا هنا عندي هاد لا فونكسيون راسيونيل، هاد لا فونكسيون راسيونيل راه امبوسيبل نحسبوها زعما دو مانيير ديريكت، حيت اصلا ما عنديش البسط، حيت فاش كتكون عندي اون فونكسيون راسيونيل كنحاولو شنو تنديرو، تنحاولو البسط نكتبوه على شكل ديريفي ديال المقام باش تولي عندي او بريم على او مثلا، او لا او بريم على او كاري باغ اكزومبل. داكوغ، الا كانت او بريم على او كتولي عندي الالان ديال لا فالور ابسولي ديال او، ولا كانت او بريم على او هي موان زان سيغ او. مي هادي لا لاحظتو ما عنديش البسط، البسط هو واحد، دونك هنا عطينا واحد لانديكاسيون انه نشدو هذيك لا فونكسيون اف ونديرو لها لا ديكومبوزيسيون اون دي زيليمون. لاحظوا ليليمون الاول ا سور اكس بلس ا لا بيسونس 3، من بعد بي سور اكس بلس 2 لا بيسونس 3 اتسيتيرا. Vous voyez donc هاد لا تكنيك بارفوا تنقدروا نستعملوها. هاد التمرين نورمالمون الهدف ديالهم جو بونس ماشي هو الكالكول ديال الانتغرال، سي ليتود ديال واحد لا سويت، ولكن هاد لا تكنيك هادي اللي هي لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل راه تقدروا تستعملوها بور كالكولي لي زانتيغرال ديال لي فونكسيون راسيونيل، وتقدر كاع مثلا في ناسيونال احطها لكم، ولكن ماشي باش تحسبوها ديريكتومون، غيعطيكم بيان سور لانديكاسيون، غيقول لكم فوالا بروفي بحال مثلا نهضروا على هاد القضية دغيا غابيدمون ونحبسو. كتكون مثلا فونكسيون كتكتب على شكل جو سي با اكس او كاري موان 2 اكس بلس 3 سور اكس او كاري بلس 7 اكس موان زا. فوايي كو البسط ما يمكنش ليا نكتبو على شكل ديريفي ديال المقام، فوالا. دونك هنا يقدر يعطيكم كوم انديكاسيون، يقول لك تروفي لي كوفيسيون تيل كو هاد الفراكسيون راسيونيل كتكتب على شكل ا بلس بي على مثلا شي اكس موان زان بلس سي مثلا على اكس موان 3 باغ اكزومبل. فوايي دونك الا قدرتو انكم تلقاو هاد لي كوفيسيون هادو ا و بي و سي، دونك غيولي لانتيغرال ديال هادي كيساوي لانتيغرال ديال هادي بلس لانتيغرال ديال هادي بلس لانتيغرال ديال هادي، وهادو سي سامبل باش نانتيغريوهم. داكوغ، هنا عندي كونستانت، هنا عندي هادي كونستانت على بولينوم دوردر ا حتى هي كنقدرو نحسبوها، دونك هادو هي سون سامبل ا كالكولي. دابا لا كيسيون كيفاش نلقاو هاد ا و بي و سي؟ بور لو مومون نتوما ماشي مطالبين باش تعرفوا لا تكنيك، تو سامبلومون كديروا لا تكنيك اللي هي لا بلو تريفيال، سي كو C'est l'égalité. فوالا ليدونتيفيكاسيون كتسمى، سي ليدونتيفيكاسيون ديال لي دو فراكسيون، يعني غنشد هاد ا بلس بي على اكس موان زان بلس سي على اكس موان 3 وغنوحد. مازال ما طلعش لنا الإكرون ديال نعم احمد، الكارتيسيان، باقي حنا في لو سيت اللي عندك في التالي. ما سمعتكش احمد، والله ما سمعت. قلت لك ما طلعش، حنا فين كتكتبي طلعنا غير بالتدريب. جي اوبليي، باردون باردون، لا ما قلتوهاش ليا، راه كتبت انا. دونك كما قلت لكم تنحاولوا هاد لا فراكسيون ديالنا داكوغ، كيقول لكم حاولوا تلقاوها كتكتب على شكل ا بلس بي على اكس موان زان بلس مثلا سي على اكس موان 3 داكوغ. دونك من بعد عاد كيفاش كنبغي نحسب الانتيغرال ديال هادي، غيولي هو الانتيغرال ديال هادي بلس الانتيغرال ديال هادي بلس الانتيغرال ديال هادي، وهادو كيما قلت لكم لي زانتيغرال ديالهم ساهلين. كيفاش نلقاو هاد لي كوفيسيون؟ دابا في الغالب تديرو هاد الطريقة هادي، كديرو بحال هكا، كتوحدو المقام اكس موان زان عامل لي اكس موان 3، وهنا غيعطيكم واحد البولينوم نورمالمون دوغدر 2، وهذا حتى هو غتنشرو غيولي ان بولينوم دوغدر 2. داكوغ، نقولو مثلا غتعطيني بحال هكا، غتعطيني مثلا ا اكس كاري بلس مثلا بي بلس سي اكس بلس مدام سي. بار انالوجي هي كتسمى ايدونتيفيكاسيون ديال اه فراكسيون راسيونيل، ايفيكتيفمون.
ومثلا هنا في المقام غتخرج ليا نورمالمون غيخرج ليا نفس المقام ديال الاولى، اكس كاري موان 7 اكس نورمالمون كيخرج نفس المقام بلوتو بلوس 7 اكس موان 7. فوالا دابا نورمالمون هاد لي دو فراكسيون متساويين داكوغ، يعني خاص نورمالمون ا اللي هنا تساوي ليا واحد، وخاص بي بلوس سي تساوي ليا ناقص جوج، وخاص سي تساوي ليا ثلاثة. وغيعطيكم ان سيستم جينيرالمون كيكون ان سيستم كي زعما فاسيل ا ريزولت، ما يعطيكم زعما شي سيستم اللي صعيب بزاف. وملي غنلقى لي كوفيسيون ا و بي و سي دونك نقدر نحسب الانتغرال. هذه حتى هي ميثود، غير هو تي كما قلت لكم ماشي تيجي وتعطيك الفراكسيون ديال فوالا فوالا كالكولي هاد الانتغرال، لا. الا كانت زعما هاد لا ميثود كيقول لك فوالا تروفي ا و بي و سي تيل كو، عاد في لا كيسيون اللي موراها كيقول لك كالكولي او لا ديدوير لا فالور ديال الانتغرال. هذه كتسمى هاد لا ميثود كتسمى ديكومبوزيسيون دون فراكسيون راسيونيل اون ايليمون سامبل، لان هادو اللي كنديرو هنا كيتسموا دي زيليمون سامبل. بحال كنشدو الفراكسيون ديالنا وكنديرو ليها التشكيك او لا ديكومبوزيسيون ديالها اون ايليمون سامبل، عاد كنانتيغري. اوكي بوفي شيرشي زعما الا كنتو انتريسي انكم تبحثوا في هادشي، و بوفي شيرشي سوغ انترنت. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter.